كايدي يعلن انتصاره ضد لوفي، لوفي واقع في الميه وعلى وشك الموت، اتشبر ضد كوين والمعركه قويه ما بينهم، لكن التفوق برضه عند كوين. إلى جميع من في القلعة، في معركة السطح كايدو ضد قبعة القش لوفي، المنتصر هو كايدو ملك الوحوش. اتشوبر قلقان وعمال يعيط، التحالف الساموراي وكلهم متذبذبين ومش عارفين يكملوا القتال ولا لا، الكلام ده هيخفض من معنويات الحلف. لا احنا مش عارفين الكلام ده بجد ولا كده. كوين واقف قدام تشوبر وعمال يتريق عليه، بيرو اسبرو عمال يهاجم عليهم بالاسهم بتاعته، الساموراي بيتصابوا منه ومش عارفين يهربوا، بيهاجم كوين على تشوبر وخلاص هيقتله، وفجاه دخول جامد جدا، سانجي بيضرب كوين وبينقذ تشوبر وبيفضل يضرب فيه ضربات سريعه ورا بعض، وهو بيضرب فيه بيبعد الاسهم عن الجميع لحد ما كوين بيقع على الارض. تشوبر عمال يعيط تاني من ان كلام لوفي خسر وكده، لكن سانجي بيطمنه وبيقول له التنسيق كم مره حصل الموضوع ده، وكان دايما لوفي بيرجع تاني، بيدي سانجي زورو لتشوبر عشان يعالجه وكمان عشان يعرف يقتل كوين. في الطابق الاول عند كايدو، كيمون مهزوم على الارض وسيفه مكسور وشكله هو كمان متدمر على الاخر، لكن برضه مش عاوز يسيب كايدو يروح ورا مومونوسكي، بيغرس السيف في رجله وبيفتكر ذكرياتهم مع بعض لما كان بيناديله بابي، ذكرياتهم كانت جميلة جدا. انا اسف اسف اودين سما، ما قدرتش احميه، اسف يا اصدقاء ما قدرتش ادافع عن الوريث الوحيد لوفي، امنا وامل كل الساموراي وبلدوانه كلهم متعلقين على كتافك انت. وفجأة كايدو بيمسك سيف من على الارض وبيرشقه بجسمه كيمون، ومع اخر كلماته فلسفة الاشرار مت نقيا وبشرف المحاربين، فالهزيمة دايما يصعب تقبلها. شينوبي ومومونوسكي عمالين يجروا، مومونوسكي شايل الضفدع اللي كان بيراقبهم في ايده وبيعرف كل الموجودين بكلام لوفي الاخير ان لوفي حي وهيرجع تاني لمحاربة كايدو، انا عارف ان الامر صعب عليكم لكن ارجوكم كملوا القتال زي ما انتم حتى اخر نفس في حياتكم. في سفينة لو تحت البحر، ايه ده مش ده لوفي؟ ايوه بسرعه اجري عليه عشان ننقذه. في الاتجاه التاني نامي واوسب لسه بيجروا وكلهم فرحانين ان لوفي لسه بخير، وبنشوف زيز بقى في عصايه الطقس بتاعت نامي. في اليمة التانية البيج مان بتهاجم على كيد لحد ما بيوصل له وبيقفوا هما الاتنين في مواجهه البيج مان، كايدو واقف وبيبص لفوق ونشوف اللي بينادي عليه يا ماتو، المفروض انك بتناديلي بابي، ما هو انا جاي النهارده عشان اكسر الروابط اللي بيني وبينك. تكسر الروابط هتقدر؟ في اليمة التانية نامي ضد اوليتي اللي طلعت لسه عايشه وما ماتتش من ضربه البيج مام، بتطلع نامي الرعد من العصايه بتاعتها، لكن بنتفاجئ ان زيس هو اللي خرج. ازاي ده حصل؟ لسه ما بانش لكن اكيد هيبان قدام. بيتحول زيس لشكل الرعد بتاعه وبينزل بيها على اوليتي وبيهزمها. بتشوفهم باو وبتعرف كل الموجودين ان في اتنين من التوبرو بيتهزموا، وكل في حاله قلقان بيمسك اوسب بباو وبيخلي اوتاما تتكلم فيه، وبتعرف كل الناس اللي اكلت الدونغ بتاعها. لكن قبل ما نعرف قالت ايه، تعالوا نشوف كايدو. كايدو بيتحول لشكل التنين وبيطلع عند ياماتو فوق وبياخد باله ان ابنه شال الاصفاد المتفجر من ايده. بعد ما طردك من هنا يا كايدو انا هروح مع لوفي. لا ما تقلقش انا مش هتحرك من بلدوانه. كايدو بيرجع لشكله الاصلي، انت عارف انك مش هتقدر تهزمني فخليك معايا احسن وكون شوغن بلدوانه. ياماتو بيرفض وبيعرفه ان قبعة القش لوفي هو اللي اودين كان مستنيه، ولحد ما يجي انا هقف في وشك. وبضربة واحدة من كايدو على ياماتو بتزلزل السطح كله، والمعركة بتبدأ ما بين الاتنين. في طابق العرض كوين، هي البنت دي بتعمل ايه ومين دي اصلا وفين بان؟ اوتاما بتشوف كوين وبتغمى عليها من الفضة. في الطابق الرابع جيمبي بيحارب التوبو روبو ومعاه اتباعه، اكيد مفيش اعذار دلوقتي يا جيمبي، هو بيقصد عشان لوفي اتهزم من كايدو يعني. لا احنا عارفين قبل ما نيجي ان المعركه هتكون 30000 ضد 5000، ومتوقعين وعارفين ان المعركه مش هتكون شخص ضد شخص. جيمبي واقف في موقف صعب قدام واحد من التوبو روبو اللي بقوه جيمبي، واتنين من الضباط اللي اقل منه شويه في القوه، كل ده قصاد جيمبي لوحده، وفرانك كمان طالع عينه من اتباع كايدو، وانوروشي ضد جاك واتباعه. المعركه ما فيهاش تعادل بين الجميع وكل على وشك السقوط. في الطابق العرض عند سانجي نامي واوسب بيقدروا يصحوا اوتاما من جديد، اوتاما بتقف وبتتكلم بعلو صوتها وبتقول لكل شخص اكل الدونغ بتاعها، اسمعوني كويس، اخي لوفي واصدقائه بيحاربوا اتباع كايدو، خليكم في صفهم وفي جانبهم. وفي سفينه لو بيقدروا اعضائها انهم ينقذوا لوفي من البحر. مومونوسكي عمال يبكي بسبب اللي حصل لكيمون، وفجاه تغيير تام في المعركه، اتباع كايدو بتشتغل عليهم تاثير الدونغ بتاع اوتاما وبيبقوا خدام عندها، وكلهم بيقفوا في صف لوفي والساموراي وبيحاربوا اتباع كايدو وبيهزموا عدد كبير منهم. تغيير جذري في المعركه كلها، اتباع كايدو على وشك السقوط وما تفضلش غير عدد قليل منهم جدا. كوين بيفهم ان اوتاما هي اللي عملت كده وبيحاول يهاجم عليها، لكن بيجي سانجي وبينزل على دماغه. كوين بيقول له انا عارف ان انت ابن داجك، بطل تناديني بالاسم ده، ولكن على ما اظن انك كنت واحد من فريق الابحاث معاهم،
انت بتقصد فريق المدز؟ ايوه ده كان من زمان جدا، لكن انا دلوقتي بقيت سايبره وعندي اسرار الخاصة. وفجأة حين بيدخل في تطور الهجين بتاعه وبيقف على رجليه زي الانسان، وايد الشمال بتتحول لايد آلية وايد التانية ماسك فيها سيف. سانجي بيسأل تشوبر انت بخير؟ تشوبر اتقلص وبقى على هيئة طفل بسبب تأثير كرة الرامبل بتاعته اللي شرحناها في الفيديو السابق. زورو انا معايا علاج ليه، بس المشكلة ان مفعول العلاج ده لو خلص هيزيد الالم عليك اضعاف اضعاف. ما تقلقش عليا يا تشوبر، طالما ان هقدر اقاتل من جديد فمش هتفرق ايه اللي هيحصل معايا بعد كده. في اليمة التانية هوز بيتكلم وبيقول انا مش عارف ايه اللي بيحصل، لكن انا مش هتسهل معاك مرة تانية يا جيمبي. بيهاجم هوز على جيمبي باسلوب السيف بتاعه. جيمبي هو كمان بيهاجم عليه بفن الكاراتيه، وبخطوة سريعة جدا من هوز بيهاجم على جيمبي، وهوز بيقدر يستخدم تقنيات السي بي نايت زي الطيران وهجوم الريجكت بتاعهم، لكن برضو جيمبي بيقدر يسد كل هجماته. بيتحول هوز لقوة الوحش بتاعته. جيمبي بيفكر وبيقول ازاي بيستخدم التقنيات دي كلها، مش المفروض دي بتاعت السي بي نايت؟ ازاي اتعلمها؟ قبل 12 سنة هوز كان واحد من السي بي نايت. الحكومة كلفته انه يحمي سفينة بحرية عليها فاكهة شيطان بيتم نقلها الى مكان ما، لكن دخلوا في قتال مع قراصنة واتسرقت منهم. الفاكهة دي كانت هي فاكهة المطاط اللي مع لوفي حاليا. داخل القصر انضموا اتباع اوتاما اللي عددهم تقريبا 300 شخص للتحالف مع الساموراي، وهم حاليا بيحاربوا اتباع كايدو. الكل مستغرب من اللي بيحصل، اكيد البنت دي هي السبب ورا كل اللي حصل ده، امسكوها بسرعة وقتلوها. اصب واخد اوتاما وبيجري، ولكن بيجي العقرب وبيحميهم، وكمان بتنضم ليهم سبيد وبعضا من اتباعها. موازين القوة بتنقلب 180 درجة، كل شوية عددهم بيزيد وبينضموا للساموراي. الحرب شغالة طحن من كل الجوانب. السيبي نايت قاعدين بيحللوا المعركة. من 5000 من الساموراي مع اتباع اوتاما، بعد انضمام اتباع اوتاما للمعركة بقوا العدد كده 15000 جندي في صف لوفي والحلف. اتباع كايدو من 30000 بقى 20000، ومعاهم المصابين بقوا 16000 ضد 9000. احنا ما يفرقش معانا مين هينتصر، المهم اننا نتأكد من موت شخص واحد بس، شخص عنده اسرار كتير عننا وده هيشكل خطر علينا. وبنعرف من كلامهم انهم بيتكلموا على هوز اللي بيحارب جيمبي. في الطابق الرابع عند جيمبي المكان كله بيتدمر، بيهاجموا على بعض بهجمات قوية جدا من الطرفين. هوز انا عندي ضغينة اتجاه لوفي بما ان هو اللي اكل فاكهة الشيطان، تعرف يا جيمبي مين الشخص اللي سرقها؟ اللي سرقها مني كان احمر الشعر شانكس. هوز بيهاجم على جيمبي، لكن جيمبي بيحاول يصدها بالهاك بتاعه، وهوز بيهاجم بهجمات سريعة تانية ورا بعض بيدمروا المكان كله، لكن برضو جيمبي بيقدر يصد هجماته كلها. كويس انك صدتها بالهاكي، والا كان زمان جسمك متخرم من كل هجماتي. لا ما تقلقش عليا، انا قوي كفايه اني اهزمك. تهزمني؟ هزلت. هوز بيستخدم وضعيه الوحش بتاعته. جيمبي بيركز وبيقف ثابت في مكانه، وفجاه وبسرعه جنونيه هوز بيهاجم على جيمبي. جيمبي بيحاول يصدها، لكن الهجوم قوي جدا عليه لحد ما بيتمكن منه وبيشقلبه على الارض. وبسرعه تانية من جيمبي بيهاجم عليه باسلوب الميه بتاعه، لكن هوز بيستخدم سرعته وبيهرب منها في اخر لحظه. هوز بيقول لما كان في السجن سمع شخص هناك بيقول ان من زمان جدا كان في شخص العبيد كانوا بينادوله بإله الشمس واسمه نيكا، محارب أسطورة كانوا مؤمنين انه هو هيجي ويحررهم ويخلصهم من المعاناة بتاعتهم ويرسم الضحكة والابتسامة على وشهم من تاني. في الوقت ده امتلكني اليأس ودعيت وأمنت ان ممكن شخص زي ده يجي ويحررني من العذاب اللي كنت بشوفه كل يوم بسبب اني أضعت فاكهة الشيطان. جيمبي انت ليه بتعرفني كلام زي ده؟ هوز لانك كنت قائد فريق الشمس، والفريق ده ضم عبيد سابقين في الطاقم، وكمان البرمائيين ما عندهمش تاريخ غير العبوديه. هوز بيهاجم عليه بصابع من ايده وبيقدر يسيب جيمبي بيه. بيهاجم هوز مره تانيه على جيمبي، لكن جيمبي بيقدر يستخدم الهاكي وبيكسر له الصابع بتاعه، وبضربه قويه جدا من جيمبي بفن الكاراتيه بيقدر يهزمه اخيرا. في طابق العرض بيهاجم كوين على سانجي بالليزر بتاعه. زورو بيصرخ عليهم انهم يشيلوا الرباط اللي عليه ويحقنوه بالمصل بسرعه. في الغواصه قدروا انهم اخيرا ينقذوا لوفي، لكن بيكون فاقد الوعي، وبعد شويه بيصحى لوفي وبيكون عاوز لحمه كتير عشان بيكون جعان. في اليمة التانية فرانكي واقف قدام ساساكي والاتنين اقوياء جدا ومش قادرين على بعض، وفجاه ساساكي بيستخدم ودانه وبيطير بيها في الجو وبيهاجم على كل اتباعه تاما عشان كانوا بيساعدوا فرانكي هناك، لحد ما بيروح عند فرانكي وبيهاجم عليه هو كمان، لكن فرانكي بيطلع السيف بتاعه وبيقدر يصد هجومه. بيرجع ساساكي يقف تاني على الارض وبيتخذ وضعيه الهجوم، وكمان فرانكي بيتخذ وضعيه الدفاع وبهجوم قوي جدا وسريع على فرانكي. بيحاول فرانكي انه يصد هجوم ساساكي لكن ما بيقدرش وبيقع على الارض ودراعه الالي بيتضرر جامد. بيهاجم ساساكي على فرانكي بالسيف بتاعه، بيحاول فرانكي انه يتصدى ليه بالسيف اللي معاه، لكن ساساكي بيكون اقوى منه وبيقدر يكسره له. بيبعد فرانكي خطوتين عنه وبيهاجم عليه بالليزر بتاعه، وفعلا بتيجي اصابه مباشره فيه وبيبدا ساساكي انه ينزف دم، لكن برضه بيقوم يقف تاني وبيهاجم
بيهاجم على فرانكي بهجوم قوي جدا ومفاجئ وبيوقعه على الارض، وفرانكي واقع على الارض وبيهاجم مره تانية بالليزر بتاعه وبتيجي في بطنه، بس مش عارفين بقى مات ولا لسه عايش. بنشوف كايدو وهو نازل هجوم على ياماتو وبيعرفه ان فاكهه الشيطان بتاعته ما كانش ناوي ياكلها له، بيعرفه ياماتو انه ما كانش يعرف انها فاكهه شيطان وقتها وانه كان جعان بس في الوقت ده عشان كده اكلها، لكنك حاولت انك تقتلني مرات لا تحصى وبسبب كده انا بقيت اقوى وهفضل ازيد في قوتي عشان اهزمك، وده اللي خلاني افضل في الجزيره دي ومش عاوز اسيبها، وفضلت مستني اليوم الموعود اللي هقدر هطردك فيه من بلد وانو. ياماتو اكل فاكهه اينو اينو نومي، فاكهه كلب اسطوريه. ياماتو حكم اوروتشي كان طاغي جدا وانا عارف ده، لكن خليك انت الشغل بتاع البلد دي وانشر فيها السلام اللي انت عاوزه. لا انا هحرر الساموراي وهحرر اهلها وبعدها هفتح حدود وانو. ياماتو بيهاجم على كايدو باسلوب النار من بقه، وكايدو هو كمان بيهاجم بنفس الطريقه، وبيحصل تصادم بينهم جامد جدا. في الطبق الثالث روبين ضد بلاك، روبين بتشوف امها ورئيس العلم كلوفر وسول صديقه وبيرحبوا ببعض هما الاثنين. بروكو بيصرخ عليها وبيقول لها فوقي ان ده كل وهم، لكن المفاجاه ان روبين طلعت اصلا بتمثل انها داخل الوهم عشان تغفلهم وتدي كف الاتباع بلاك وبتطيرهم بعيد وبتقدر تهزمهم. بعدها بيطلعوا بيجروا، بلاك بتجري وراهم هي كمان، بس مستغربه ازاي قدروا يطلعوا من تقنيه الوهم بتاعتها. بروكو بيقول لها انه قضى 50 سنه عايش لوحده على السفينه وفاكر ان اصدقائه كان لسه معاه، فمش هيجوا النهارده ويطلعوهم عايشين يعني. بتهاجم عليهم بلاك بالسلاح اللي معاها وبتطلع منه نار، روبين بتقدر تتفادى هجومها، وبروكو بيطلع روح من جسمه وبيهاجم على اتباع ماريا، وبضربه واحده من بروكو بيقدر يهزمهم. بتقف روبين في وش بلاك وبتقرر انها تهزمها المره دي، وبروك بيقف في وش اتباعها هو كمان. بتستخدم روبين قوتها وبتطلع ايدين وبتقف في وش بلاك. على الشاطئ بره لوفي وطاقم لو، اللحم ده مش كفايه، انت بتهزر؟ انت اكلت مخزن الاسبوع كله اللي كان في السفينه عندنا. بعد شويه بيوصل مومونوسكو وشنوبي عندهم. مومو قدرت توصل هنا ازاي؟ ركبنا الطياره اللي بتعملها شنوبي وجينا هنا، بس انا مش مصدق انك لسه حي. المهم حمد لله على السلامه. فين كيمون؟ كيمون كيمون وكيكو هزمهم كايدو لما كنا هناك. مومونوسكي بيبكي، وفر عياطك ده لحد ما نخلص، فدايما القائد بيتحمل اي شيء بيحصل لاصدقائه. لوفي ارجوك اهزم كايدو والا كل تعبنا ده هيروح على الفاضي. ما تقلقش المره دي مش هخسر تاني. وهم واقفين بيشوفهم كريبو اللي كان مسجون معاهم، بس بيكون واقف بعيد عنهم شويه. مومو اتحول لشكل التنين بتاعك وطلعني فوق الى نغوشيما. مومونوسكي مصدوم ومش عارف يعمل ايه. في اثناء الوقت ده روبين بتهاجم على بلاك، بلاك بتحاول تتجنب هجومها وبتقدر تجرح روبين في ايديها. بلاك بتفهم قدره روبين ان دايما جسمها هو اللي بيتضرر. بلاك بتحاصر روبين بالشباك بتاعها وعاوزه تسممها بالسم بتاعها، لكن بتقدر روبين انها تتفاداه في اخر لحظه، لكن برضه بتمسك بجسم روبين وبتفضل تضرب فيها. روبين بتفتكر ذكرياتها لما كانت في الجيش الثوري وهم بيحاولوا يعلموها شويه فنون قتاليه، بتعمل ايد من ورا بلاك وبسرعه جدا بتضرب السقف اللي فوقيها وبكسره فوق دماغها. صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا اصدقاء، عاوز اقول حاجه قبل ما ابدا. تلخيص المانجا مش سهل، فبعد اذنكم لو الفيديو ده ما جابش 10000 لايك انا مش هلخص مانجا تاني، عشان بصراحه بتكون متعبه جدا وما بلاقيش الدعم المستحق من المشاهدين. وشكرا لكم على استماعي ويلا بينا. بلاك ماريا بتهاجم على روبين بهجمات سريعه ورا بعض، روبين متصابه ومش عارفه تعمل ايه قدامها. بتبدا تفتكر ذكرياتها لما كانت في الجيش الثوري، بيعلموها فن من فنون الكاراتيه. فعلا يا اصدقاء التقنيه اللي اتعلمتها منكم دي افادتني كتير في الماضي وشكلها هتفيدني دلوقتي اكتر. وفجاه مع ضحكه بلاك في المكان وذكريات روبين في التدريب، ايه الهزه دي؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وفجاه شكل روبين بيتغير وبيتحول لفلوره الشياطين، شكلها مرعب تجسيدا للشيطان ذات نفسه. ما كنتش عاوز اتحول لكده، لكن انت اللي اضطرتيني ان اعمل كده. بلاك واقفه قدام روبين وخايفه منها، او بالاحرى قدام فلوره الشياطين. قوه مرعبه بتخرج من روبين، وفجاه روبين بتمسك ببلاك بايديها وبتكسر لها رقبتها من اول هجوم. معرفش بقى ده ايقاظ ولا لا، اتباعها واقفين مظلومين. ازاي ده حصل؟ بلاك سام بلاك سام. وفجاه بروكو هو كمان بيقطعهم كلهم وبيهزمهم وهم بينادوا عليها، وبكده هزيمه واحده من التوب روبو والمنتصر في المعركه بروك وروبين. قلعة انغوشيما طايرة في الجو وفضلها 15 دقيقة وتنزل في نص بلد وانو. في الطبق الثالث رايزو ورئيس النينجا اللي كان من اتباع اوروتشي، وكل واحد منهم عمال بيهاجم على الثاني باسلوب النينجا بتاعه في نفس الطبق بس بعيد شوية. هوكيز واقف ضد كيلر، كيلر عمال يهاجم عليه ويقطع فيه. هوكيز بيعالج نفسه بالارواح اللي معاه بس خلاص بدأت تنفذ منه. في الطبق الثاني لو وكيد ضد البيج مان. ايه ده؟ انا اتضربت ازاي؟ وليه بنزف دم؟ في اليمة الثانية عند هوكيز عاوز اقول لك حاجة يا كيلر، من بين الارواح العشرة اللي معايا في روح واحدة تبع القائد بتاعك كيد، في كل مرة هتضربني فيها
ضربة قوية، اعلم ان قائدك هو اللي هيتلقى الضرر، ودلوقتي يلا هاجم عليا بكل قوتك. في الجانب التاني وفي طبق العرض تحديدا، كوين وكينج واقفين مع بعض، ماركو مش قادر يقاتل تاني وجاب اخره خلاص، سانجي مضروب وواقع على الارض، كوين عمال يهاجم على الساموراي ومش عارفين يتفادى هجماته، اتشوبر حقق انزوره بالمصلي بتاعه لكن عشان جراحه كتير مفعوله لسه ما اشتغلش عليه بالكامل، كينج بيأمر كل اتباعه انهم يدوروا على زورو ويقتلوه حالا، سانجي بيطير بسرعه جنونيه وبيروح يضرب كوين عشان يبطل هجماته دي، بيرو اسبيرو بينشل على سانجي وعاوز يضربه من ظهره، لكن وفجاه بنلاقي سيد القطط بيديله في وشه وبيخش هما الاثنين في الحيط. واحد من الساموراي بياخد زورو وبيهرب بيه عشان كينج ما يقتلهوش، لكن كينج برضو بيلحقهم وبيقف قدامهم، بيولع النار في ايديه وبيهاجم على زورو، دخول رائع وجامد من ماركو وبيصد ضرب كينج في اخر لحظه، المعارك شغاله من كل مكان، الوضع ما يطمنش على الاخر، ومحتاجين معجزه يقفوا قدام الاثنين دول، كوين هو كمان بيهاجم بالليزر بتاعه، بيقف ماركو وبيقول خلاص انا كده دور انتهى هنا، الدور بقى على النجمين التانيين، وفجاه بنشوف زورو والضمادات بتتمزق من عليه، وبدخول جامد وحماسي من الاثنين سانجي وزورو، بيضربوا كوين وكينج في لحظه واحده، ايه الجمدان ده؟ مهما اقول لن استوفي حقكم، باقي الحلف كلهم فرحانين وبيهتفوا للاثنين، وبيقفوا هما الاثنين على خشبه المسرح قدامهم، بيحاولوا اتباعهم انهم يهاجموا على زورو، لكن بيجي كاماتسو وبيقطع فيهم، بيفوق كوين وكينج تاني، بيهاجم كوين عليهم هما الاثنين بالليزر بتاعه، لكن بيتفادى هجماته بسرعه جدا، بيقول زورو لسانجي انه يلبس اللبس الجرمي بتاعه، لكن سانجي بيرفض وبيعرفه انه في كل مره بيلبس اللبس ده في حاجات بتحصل له في جسمه او في حاجات بتتغير، كينج بيهاجم على زورو بسرعه جدا، لكن زورو يقدر يصدها على طول، كوين هو كمان بيهاجم على زورو بالدراع الآلية بتاعته، لكن سانجي هو كمان بيتصدى ليها، كوين بيقول لسانجي انت شكلك زي اخواتك سايبورغ واكيد رجلك المولعة دينار برضه، هي احد تجارب ابوك المجنون، لا انا مش زيهم وبدون احباط ليك انا الوحيد البشري بين اخواتي، انت غبي؟ هو في شخص عادي هيقدر يولع رجليه؟ انت حتى كمان مش من عرق الرونالي، شكله بيقصد على كينج يعني، لا ده لان شغفي اقوى من اللهب على الاطلاق، انا مش عارف ايه معناها بالظبط، لكن كنت اتمنى ان افهم قوة سانجي، بيهاجم سانجي بضربات سريعة ورا بعض وهو غاضب جدا وبيهاجم زورو هو كمان بضربات سريعه ورا بعض، وفجاه كينج بيتفادى ضربه من زورو وبيديله في وشه وبيرجعه كم خطوه ورا كمان، بيقف زورو مره ثانيه وبيقول له انت كمان بتستخدم الالات في ايدك ليه؟ هو في اسلوب في القتال ان لازم التزم بيه ولا ايه؟ ما يهمش طريقه القتال، المهم الفوز في النهايه، تمام قاتلني باي اسلوب انت عاوزه فكده كده انا المنتصر في النهايه. في اليمه الثانيه كاماتسو قاعد مع الزعيم وبيقول الزعيم ان زورو بيفكرني بدايمون السابق لما كان شاب واسمه ايشومارو، وبنعرف ان ايشومارو ده كان شخص قوي جدا وهو من ناس لإله السيافين ريوما، وكمان ريوما كان بعين واحدة وكان بيقاتل بنفس طريقة زورو. في الطابق التاني في مستودع الكنوز تحديدا، جاك في تطور الهجين بتاعه وبيهاجم على إنوروشي، لكن بيقدر إنوروشي إنه يمسك جاك وبيشقلبه في اليمة التانية، بيقف جاك من جديد وبيكلم إنوروشي، إنوروشي بيتحول لشكل السلونج بتاعهم وبيعرف جاك إنه كان مستني معركة زي دي من زمان جدا. في المدخل الرئيسي للقلعة بيري اسبير واقع على الأرض هناك، ونيكو ماموشي واقف قدامه هو كمان، وواندا وكاروت هناك هما كمان، ونيكو ماموشي بيتحول هو كمان لشكل السلونج بتاعهم. عند المينا بنشوف طاقم لو وهم رافعين السلاح وخايفين، ايه ده ازاي كايدو جه هنا وازاي عرف مكاننا بالسرعه دي؟ لكن المفاجاه ان في شيء حصل، شيء ما كانش متوقع انه يخطر على بال حد، شيء خلى الجميع واقف في حاله ذهول وكل واقف مستغرب ازاي ده حصل، كلهم عمالين يبصوا للسماء، لوفي هو كمان واقف مصدوم وبيبص للسماء، شنوبي هي كمان واقفه عماله تعيط ومتخبيه في ظهر لوفي، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قبل 4 ساعات مومونوسكي بيطلب طلب من شينوبي، الطلب ده غريب شويه، طلب ما كناش فاهمين قصده ايه غير لما شفناه بعينينا. شينوبي انت عندك القدره انك تخلي الشخص يكبر في الجسم. شينوبي واقفه مصدومه ومش عارفه ترد، انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ ارجوك يا شينوبي خليني شخص بالغ في السن. مومونوسكي سما لو خليتك شخص بالغ جسمك بس اللي هيكبر وعقلك هيفضل في هيئه طفل زي ما هو. مومونوسكي مش مهتم بحياته، قرر انه يضحي بنفسه في سبيل شعبه والحلف بتاعه، ده ما يتقالش عليه طفل، ده يتقال عليه شخص حكيم، شخص بيقدر شعبه على نفسه، القليلين منهم الموجودين حاليا في العالم. وفجاه بنشوف مومونوسكي تحول لتنين زي كايدو، تنين وردي عنده كل قدرات كايدو، تنين شكله مرعب. مومونوسكي خلى شينوبي تكبره من العمر 28 سنه عشان يقدر يتحول لتنين كبير زي كايدو ويساعد لوفي ضد كايدو في المعركه. لوفي واقف قدامه متفاجئ هو كمان، واول كلمه من مومونوسكي يلا بينا نحرر بلد وانو. في الجانب التاني داخل القلعة، ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ مش عارفين، بس ده شكله هاكي ملكي. اوسب بيدخل عليهم بدخول كوميديا، وبيعرفهم ان هو هزم 2 من التوبروب لوحده، وان دي هالته هي اللي بتسبب الدمار اللي جنبهم ده، وكل اتباع كايدو بيخافوا منه طبعا، عايش يا اوسب والله. اسبيد وقتاما واقفين على جنب بيبصوا على لوفي، نامي بتتصل بفرانكي، هو ايه اللي بيحصل مع لوفي يا فرانكي؟ طب هو بخير؟ فرانكي، ما عنديش أي فكرة يا نامي، أنا زيك، كل اللي أعرفه الكلام اللي قاله مومونوسكي فقط. نامي، أكيد مومونوسكي مع شينوبي دلوقتي، لكن المشكلة إني مش عارفة أتواصل معاهم. فرانكي،
كويس ان مفيش خبر عنهم، ده يعني كده ان هم بخير. المهم لو خلصت عندك تعالي عندي عشان جميع الاعداء فضل انهم يجوا عندي هنا في الطابق العرض. فرانكي وشويه من طاقم لو عمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفي نفس الطابق بروك شايل روبين اللي فقد الوعي وعمال يجري بيها عشان يوديها في مكان امن، وهم ماشيين بيقابلوا اتباع كيد وهم عمالين يهاجموا على اتباع كايدو هم كمان في معركه السطح. كايدو ضد ياماتو، ياماتو بيهاجم على كايدو بهجوم قوي جدا، لكن برضه كايدو بيصدها وبيضحك كمان وبيرجع يهاجم عليه هو بهجوم قوي جدا. ياماتو بتحاول تصدها لكن الهجوم قوي جدا وبيطيرها بعيد. بيقف كايدو وبيقول انت دايما كنت بتقول انك هتقتلني. ايوه ده صحيح، لكن دي مش مشاجره عاديه بين اب وابنه. لكن عاوز اقول لك حاجه، ان اردت لقب اودين فلازم تستعد للحرب. ليه؟ هو الاعجاب بالشخص جريمه؟ في الماضي كنت على وشك الموت من الجوع، وفجاه هاله بتخرج مني وبتسكت جميع الناس اللي حواليا. هاكي ملكي ده علامه كويسه، لو فضلت مصر على انك اودين يبقى موتك افضل ليا. كايدو بيحبس ياماتو في كهف وبيديله مده شهر، لو ما بطلتش تقول اسم اودين ده هسيبك تموت بجد. وكمان بيكون سايب شويه ساموراي معاه في الكهف. ياماتو بيصرخ وبيترجاه انه ما يسيبوش هنا. بيعدي اسبوع وبرضه ياماتو مصر ان هو اودين، وكل شويه بيستخدم الهاكي بدون اراده على الجنود وبيفقدهم الوعي. كايدو بيروح يشوف الوضع وبيكون منزعج جدا من اللي بيحصل. بيقول كايدو للساموراي اللي هناك لو غيرت رايكم في الانضمام ليا نادوا من الفتحه اللي فوق في السطح وانا هاجي لكم. وقبل ما يمشي بيعرف كايدو الساموراي اللي هناك ان ياماتو ده يبقى ابنه. يا ابن اللذينه. الساموراي بيجي لهم شويه غضب جامدين جدا وبياخدوا السيوف بتاعتهم وعاوزين يقتلوا ياماتو، لكن وفجاه واحد من الساموراي دول بيدي الاكل بتاعه لياماتو، ولما بيشوفوه بقيه الساموراي بيبعدوا عنه. ياماتو بياخده وبدون تردد بياخد الاكل كله على بق واحد بينسفه. ياماتو بيعيط وبيشكره على الاكل ده، ومع العلم ان الساموراي اللي معاه ما اكلوش حاجه من ايام، بس كايدو جاب لهم طبق واحد بس عشان ما يموتوش. كتير قوي والله كده يا كايدو. بنعرف ان الساموراي ده اسمه صابوري، بيكسر السلاسل اللي في ايد ياماتو. بيساله ياماتو انت شايفني اني هصبع واحده من الساموراي؟ بيقول له اكيد في المستقبل ان شاء الله. بعدها بنشوف ان الشخص ده بيشبه زورو جدا. بنشوف ياماتو هو ماسك مذكرات اودين وبيقعدوا هو والساموراي يقراوا فيها لمده 10 ايام. بيسالوا الساموراي ماتو هو ابوك ممكن يسيبك في المكان ده تموتي؟ بتقول لهم اكيد ده ابويا وانا عارفاه. وبعدها بتنام. بنشوف الساموراي وهم واقفين بيقرروا انهم هيحرروا نفسهم وكمان عشان ينقذوا ياماتو من الموت، وبيكسروا الحاجز اللي على الكهف وبيخرجوا منه. في الحاضر الاثنين بيستعدوا وبيضربوا بعض ضربات قويه جدا بتزلزل المكان كله بالهاكي. في اثناء الوقت ده عند لوفي ومومونوسكي، ايه اللي انت بتعمله ده يا مومو؟ كل اللي عليك انك هتطير بس. انا عارف ده يا لوفي لكن جسمي مش عاوز يتحرك، انت عارف لما برفع راسي بس بيكون بيني وما بين الارض قد ايه؟ مومونوسكي خايف من المرتفعات ومش عاوز يطير. كلهم واقفين مندهشين، انا مش عارف ليه كبرت جسمك كده وانت مش هتعمل بيه حاجه. لوفي عمال يصرخ فيه عشان يطير وبرضه رافض انه يطير. في معركه السطح ياماتو وكايدو نازلين ضرب ببعض، هجمات قويه جدا بيدمروا كل حاجه حواليهم، مفيش مكان ولا بيكون خرابه من هجماتهم. واخيرا ياماتو بتقدر تضرب كايدو ضربه قويه بتخليه يركع على الارض، ولكن ده برضه مش كفايه انه يهزمه او ممكن يخليه يضعف. كايدو جسد الاسطوره بمعناها. في المعارك دي خاق قتالات كتيره جدا ولسه صامت برضه. كايدو بيقوم تاني وبيضرب ياماتو ضربه قويه جدا، بيحاول ياماتو انه يتصدى ليها لكن برضه بتكون صعبه عليه وبتطيره بعيد. بيهاجم كايدو مره تانيه وبغضب شديد جدا وبتفعيل اقصى حدود الهاكي عنده وبينزل بيها على ياماتو. في اثناء الوقت ده مومونوسكي بدا يطير لكن بيكون مغمض عينيه عشان لسه خايف. لوفي عمال يصرخ عليه وانه يطلع لفوق. مومونوسكي عمال يخبط في القلعه وهو ماشي وبيخش جواها كمان وبيشوف الحلف كله وبيكونوا مستغربين من اللي هم شايفينه. مومونوسكي عمال يدمر في القلعه من جوه وبيطلع من طابق لطابق. البيج مام وكيد ولو واقفين ضد بعض، وفجاه بيلاقوا تنين طالع جنبهم. الكل بيتفزع منه وفاكرين ان ده كايدو، لكن بيقدروا يشوفوا لوفي وهو راكب عليه. لوفي عمال يصرخ عليه انه يفتح عينيه. مومونوسكي عمل زي الطور الهايج ومحدش عارف يوقفه، وكل اتباع كايدو فاكرين ان ده قائدهم كايدو. كايدو واقف على السطح، ياماتو واقفه في وشه بس عماله تنزف في دم من ضربه ابوها الاخيره. كايدو بيقول ان هو اكتفى من ابنه وبيتحول لشكل التنين، وفي نفس اللحظه لوفي بيتحول لسنيك مان. ياماتو بتجري على ابوها عشان تضربه. لوفي بيستعد للهجوم وبضربه سريعه جدا من لوفي وياماتو وفي نفس اللحظه وبيضربوا كايدو وبيطيروه بعيد. بيقف الابطال مع بعض، ياماتو ولوفي بيسلموا على بعض. بيقف كايدو تاني، ايه ده انت لسه حي يا قبعه القش؟ وايه التنين اللي انت راكبه ده؟ مومونوسكي مرعوب، بيعرفوا ان اسمه مومونوسكي اودين الراجل الذي سيكون شوغان بلد وان. ايه ده تنين وردي؟ من الممكن ان ده يكون ايوه هو يا ياماتو، ده مومونوسكي. ياماتو مبسوط ان شاف مومونوسكي مره تانيه. لوفي بيقف ضد كايدو والمعركه خلاص هتبدا ما بينهم. في عاصمه الزهور الناس بتحتفل بمهرجان النار ومش شاغلين بالهم باي حاجه، عمالين يرقصوا ويغنوا ومش شايفين الكارثه اللي جايه عليهم. بيفتكر الراجل ده لما اوتاما مشيت من البلد هي
سبيد عشان تساعد لوفي. الراجل ده شكله وراه سر كبير هو كمان. باو، انا معايا تقرير عن التنين المجهول ده. حاليا في معركه السطح، السيد الشاب ياماتو واقف ضد كايدو سان، وفي تنين وردي وعليه قبعه القش لوفي، وواقفين في مواجهه كايدو سان هم كمان. كل اللي في القلعه بيسمعوا التقارير دي لكن مش عارفين مين هو التنين الوردي ده. كايدو بيهاجم عليهم باسلوب النار بتاعه. ده هيقتلني يا لوفي، طب ما تعمل حاجه انت كمان يا مومو. بيهاجم كايدو عليهم لكن مومونوسكي في اخر لحظه بيتفادى هجماته. انا مش مستعد للقتال دلوقتي يا لوفي. ايه اللي انت بتقوله ده يا مومو؟ لوفي بيطير وبيتحول للمحرك الرابع، وبضربه قويه جدا منه على راس كايدو بيدفنه في الارض. مومونوسكي واقف وعمال يفتكر الذكريات هو وكايدو لما هجم عليهم في القلعه وولع كل حاجه هناك. مومونوسكي بيبص لكايدو بغضب، وفجاه بيجري مومونوسكي عليه وبيروح يعضه. كايدو بيصرخ من الالم. مومونوسكي بيفتكر اسوأ ذكرياته مع كايدو وهو لسه عاضد فيه. انت بتعمل ايه يالا؟ انت فاكر ان عضتك دي هتاثر فيا؟ مومونوسكي بيبص له وبيقول في باله، لو ما جيتش انت ببلدوانو مش كان ابي وامي لسه عايشين؟ وفجاه لوفي هو كمان بيجري وبيضرب كايدو بالهاك الاسمي. المعركه قويه ما بينهم بتزلزل السطح كله. المعركه دلوقتي مش معركه بلدوانو وخلاص، المعركه دلوقتي بقت حياه او موت. في الطابق تحت القمر فجاه الغيوم بتغطيه. انوروشي بيرجع من تحوله وبيكون متصاب وتعبان جدا، وجاك واقف وشه. مش هو كمان متصاب وطالع عينه وواقع على الارض. بيرو اسبيرو واقف قدامه هو كمان. الاتنين في حاله يرثى لها. الساموراي هم كمان جايبين اخرهم لكن برضو بيقاوموا اتباع كايدو. مومونوسكي ولوفي وياماتو في مواجهه كايدو. لوفي عمال يشجع في مومونوسكي ان يكون شجاع وما يخافش من اي حد في العالم. زورو وسانجي واقفين ضد اقوى اتنين من اتباع كايدو، كوين وكينج. بعضا من الساموراي بيتحمسوا لما بيشوفوا لوفي راجع من جديد. لوفي بيفتكر حرب هو وكايدو قبل كده. كايدو بيرجع للتحول الهجين بتاعه. الاتنين بيجروا على بعض، كايدو ولوفي. البيج مام واقفه ضد كيد ولو. كل معلق اماله على لوفي في هزيمه كايدو. تصادم هاكي جامد جدا بيقسم السما النصين. الغيوم بتتشال من على القمر مره تانية. تحول انوروشي ونيكو ماموشي من جديد. معركه قويه بين الكل. المنتصر هيفوز بكل شيء، دمار وخراب من كل مكان. يا ترى مين اللي هيفوز ومين هينتصر وايه القوه الجديده اللي هيتم الكشف عنها؟ كل دي تساؤلات بدون اجابات، لكن هيتم الكشف عنها في الحلقه الجايه. لوفي ضد كايدو والمعركة ما بينهم جامدة جدا. هاكي جبار من الاتنين بيقسم السما النصين. كشف دول قمر من جديد. تحول نيكو ماموش وانوروشي لشكل السولونج بتاعهم وبسرعة بنونية وبقوة جبارة منهم. بيهاجم كلا منهم على جاك وبيري اسبيرو بهجوم قوي جدا. بيهزمهم هما الاتنين وبيقف هما الاتنين منتصرين في المعركة وفرحانين. يا زعيم ما تبصش للقمر عشان ما تتحولش من جديد. لا ما تقلقيش عليا يا واندا، انا متصاب اصابات كتيرة فمش هتحول حتى لو بصيت. في معركة السطح ياماتو ومومونوسكي عمالين يبصوا للسما ومذهولين من اللي بيحصل. انا قرات ده قبل كده في مذكرات اودين. قرات ايه يا ياماتو؟ لما تصادم روجا واللحيه البيضاء مع بعض في المعركه بيقولوا ان السماء انشقت برضه، وده كان دليل على قوه الخصمين. في الطبق التالت ايه اللي بيحصل بالظبط فوق يا جماعه؟ كل شويه السقف عمال يقع علينا ليه؟ كايدو ولوفي واقفين ضد بعض. ياماتو واقعه على الارض وعماله تنزف دم ومتاثره بضربه ابوها الاخيره. لوفي بيصرخ عليها، ياماتو ساعد الواد الجبان ده انه يخرج من هنا. انت بتقول لي مين اني جبان يا لوفي؟ لو مش جبان يبقى اثبت غير كده وقاتل. خلاص اسكت انت بس، انا عارف انا هعمل ايه. الناس ما بتتغيرش في ثواني يا لوفي. ياماتو بتروح تركب على ظهر مومونوسكي. ما تقلقش يا مومونوسكي انا جنبك واسفه اني سبتك قبل كده. كايدو واقف غاضب وبيشوف ياماتو ومومونوسكي عاوزين يمشوا من المكان، وبسرعه كده بيروح يهاجم عليهم. مومونوسكي مرعوب وخايف منه بيحاول يهرب، وياماتو بتصد ضربته اللي بتكون قويه جدا ومش عارفه تصدها. لوفي بسرعه هو كمان بيمسك كايدو من رقبته وبيحاول يبعده عنهم. لوفي بيصرخ على ياماتو انها تمشي من هنا بسرعه. انا عارفه يا لوفي انت عاوز انفرد بيه لوحده. لوفي بيضحك، ايوه يا ياماتو هو ده اللي انا عاوزه. مومونوسكي عمال يصرخ ويعيط ويقول انهاع من فوق. ياماتو اهدى وركز يا مومونوسكي، انت عارف ان التنانين بتعمل غيوم وبتطير عليها؟ مومونوسكي فعلا بيقدر يعمل غيوم وبيطير عليها. ايه ده الجزيره بتنهار ليه؟ هو ايه اللي بيحصل يا ياماتو؟ غيوم اللهب بتاعت ابي بدات تضعف، معنى كده ان قوه كايدو بدات تضعف هي كمان، وغيوم اللهب بتاعته مش قادره تشيل الجزيره وهتقع في اي لحظه. بس دي كارثه يا ياماتو، لان الجزيره دلوقتي فوق عاصمه الزهور في بلدوانو، ولو نزلت على بلدوانو هتدمر العاصمه كلها والناس اللي فيها هتموت كمان. مومونوسكي واقف هو وياماتو ومش عارفين يعملوا ايه. في حل واحد بس يا مومونوسكي. ايه هو يا ياماتو؟ قولي بسرعه. انت ممكن تقدر تعمل غيوم زي كايدو بما انك تنين يعني، وترفع بيها الجزيره للسماء.
السماء. انت بتقولي ايه يا ماتو؟ ده انا لسه متعلم الطيران دلوقتي، وكمان انا ما عنديش القوه اللي عند كايدو دي. لا يا مومونوسكي، انت صنعت غيوم لهب وواقف عليها كمان، معنى كده انك تقدر تصنع غيوم لهب انت كمان وتكون بقوه كايدو. وبسرعه يا مومونوسكي عشان مفيش وقت. مومونوسكي واقف مش عارف يعمل ايه، والضغط شغال عليه من كل مكان. بلد وانو قدامه وخلاص على وشك الهلاك. في قلعه انغوشيما في القابو تحت في مخزن مليان اسلحه ومتفجرات، يعني لو قلعه انغوشيما وقعت على بلد وانو هيحصل انفجار جامد جدا وهتتدمر تماما، ومن الصعب جدا انهم يخلوا المكان كله في الوقت ده. لفو وكايدو عمالين يهاجموا على بعض بهجمات قويه جدا بتزلزل المكان كله. الناس في عاصمه الزهور عمالين يرقصوا ومش واخدين بالهم من الكارثه اللي جايه عليهم. وفي طابق العرض كينج بيهاجم على الكل سواء من حلفائه او الساموراي، والساموراي مش عارفين يروحوا فين هم كمان. فرانكي واقف على جنب وفجاه بيلاقي اللي بيطير يمته وبيخبط فيه. ايه ده؟ زورو؟ زورو انت بخير؟ ايوه يا فرانكي، شكرا انك مسكتني. ايه اللي بيحصل معاك؟ اللي اسمه كينج ده قوي جدا، طب انت محتاج مساعده؟ لا مفيش داعي. زورو بياخد انفاسه بصعوبه وهو على الارض. في اليمة التانية بنشوف كوين. ايه اللي بتعمله ده يا كينج؟ كده قطعت ديلي؟ يا راجل ديلك بس، يا ريتني كنت قطعت رقبتك بالمره. كينج بيتحرك وماشي في اتجاه زورو وفرانكي. زورو معلش يا فرانكي بس لازم تبعد شويه. تمام ماشي ربنا معاك. كينج بيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيطير اتجاه زورو بسرعه جدا. زورو بيستعد هو كمان ومستني كينج، وبيحصل تصادم بين الاثنين جامد جدا، لكن برضو قوه الدفع والسرعه كانت عند كينج، وبيطير زورو بعيد وبيخبطه في الحيط كمان، وبيهاجم تاني في نفس اللحظه على زورو، وبيخرجوا هما الاثنين بره القلعه. وبسرعه فائقه من زورو هو طاير بيهاجم على كينج وبتيجي فيه، بيلحق زورو نفسه وبيقف على الارض قبل ما يقع في بلد وان. وبيقف كينج وزورو في وش بعض من جديد، وبتشوف كينج وهو متصفي القناع بتاعه، وبيظهر انه انسان زينا كده مش وحش ولا حاجه. داخل القلعه وفي غرفه الضيوف تحديدا بنشوف عملاء السي بي وهم بيبلغوا عن التنين الجديد اللي ظهر من شويه ده. اكيد الفاكهه دي اللي صنعها فيجا بانك اللي قلنا عليها اختراع من اختراعاته الفاشله، بس حاليا التنين في صف الاعداء، هو بيقصد انه في صف لوفي يعني. سيبكم من التنين ده، المهم جهازه. في حاله ان كايدو خسر فحكومه العالم هتفرض سيطرتها على بلد وانو، وهتكون تابعه للحكومه العالميه. وفي اسطول من البحريه متجه يمت بلد وانو حاليا وهو جاي لكم دلوقتي في حاله ان كايدو خسر ولا حاجه. واذا كايدو ما خسرش ففي مهمه واحده ليكم بس هتعملوها، هي انكم هتقبضوا على نيكو روبين حالا. في اليمة الثانيه بروك بيهاجم على اتباع كايدو، وروبين بتشجع فيه عشان مش قادره تحارب. في الخارج الغيوم مش عايزه تظهر يا ياماتو، اعمل ايه؟ لازم تحول اكتر يا مومونوسكي، بلد واني كلها بتعتمد عليك. مومونوسكي قلقان وعمال يحاول لكن برضو الغيوم مش عاوزه تظهر معاه. ياماتو بتسيبه وبتطلع لفوق للسطح وبتعرفه انها تروح ترمي شويه من الكنابل اللي في مخزن الاسلحه عشان تقلل الضرر في حاله ان انغوشيما وقعت ولا حاجه. في طابق العرض كوين بيهاجم على سانجي، سانجي بيحاول يصدها وعمال يهاجم عليه ومش عايز يسيب له فرصه خالص، وبيكون عاوز سانجي انه يستخدم بدله الجيرمي ويحاربه بيها، وسانجي بيرفض طبعا وبيقول له ان كل ما بيلبسها بيحس بشيء غريب في جسمه او اشياء بتتغير من جواه. كوين بيهاجم على سانجي بالليزر بتاعه، سانجي بيتفاداها وبيطير يضربه ضربات سريعه ورا بعض بتطيره بعيد، لكن كوين مش سهل برضه، بيقف تاني وبيبدل تطور الهجين بتاعه لقوه الوحش بتاعته وبيقف بالطول. وفجاه بنشوف رقبه كوين بتخرج من جسمه وبتلف حوالين جسم سانجي. الساموراي وسانجي كلهم مصدومين من الهجوم ده، ازاي يخرج راسه من جسمه؟ بيفضل يضغط على سانجي برقبته وعاوز يحطمه. كوين عاوز سانجي يستخدم تقنيه الجيرمي، معرفش ليه بس اكيد في سبب ما هو عاوز يعمل كده، لكن برضه سانجي بيرفض. وفجاه تاني بنشوف بقيه جسم كوين بيهاجم بدفع منه، لكن بتيجي في كوين ذات نفسه وسانجي بيتحرر بس بيكون متكسر على الاخر وبيقع على الارض. بعدها بشويه بيرجع جسم سانجي زي الاول، سانجي جسمه بدأ يتغير زي اخواته، ممكن دي كانت قوته الاصليه بس كانت عاوزه تتمشط ولا حاجه. بيرجع كوين لشكله الهجين بتاعه وبيطلع السيف وبيضرب بيه رقبه سانجي، لكن وفجأة المعجزه اللي ما كانش حد مصدقها، سانجي كسر السيف برقبته من شده صلابه جسمه. الكل واقف مصدوم ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ده. بيقول كوين انه فاكر ان ابوه اتكلم على حاجه زي كده قبل كده، زي صلابه الجسم والتعافي السريع وتكون مشاعرهم بارده جدا. سانجي اول ما بيسمع الكلام ده بياخد بعضه وبيطلع يجري. سانجي رافض فكره بس انه يبقى زي اخواته، لان اخواته زي ما احنا عارفين كلهم قتله. الكل عمال يضحك عليه وبيهاجم عليه في نفس الوقت، وكوين عمال يهاجم عليه بالليزر بتاعه هو كمان. في اليمة التانية بنشوف البيج مام وهي عماله تهاجم على كيد، كيد واقع على الارض ومش قادر يتحرك. لوبي يصرخ على كيد انه يتفادى هجومها لكن ما بيتحركش برضه، لحد ما لوبي يطير وبيهاجم هو عليه بالصعقه بتاعته، لكن ده برضه ما بيكونش كفايه انه يوقف البيج مام، وبتنزل بالسيب بتاعها على كيد وبترجع تقف قدامه من تاني، وكيد مرمى على الارض قدامها وما بيتحركش. بعد شويه بيفوق كيد بعدها وما بيكونش فاهم حاجه ازاي الهجمات دي بتجيله كل شويه، وبتيجي كمان هجمه لكيد في جسمه ومش عارف الهجمه دي جات له منين. في الطابق الثالث كيلر ضد هوكيز، هوكيز عمال يضرب نفسه في الصخور اللي جنبه، وكيلر واقع على الارض وعمال يقول له بطل اللي انت بتعمله ده،
لكن برضه ما بيبطلش وعمال يضرب في نفسه لحد ما بيقف وبيفضل يتريق عليه وبيقول له انه مش مصدق ان شخص زيه كده اكل فاكهه سمايل. وبنشوف كمان اعضاء الطاقم بتاعهم واقفين حواليه وعاوزين يساعدوه، لكن برضه كيلر بيرفض، بيروح وكذب وبيضرب كيلر، وكيلر ما بيصدش هجومه ولا حتى بيهاجم عليه، وبيقول في نفسه ان هدف كيدو انه يهزم يونكو لان الشخص ده احلامه كبيره جدا. هوكيز بيقول ان الاشخاص اللي زي دول ما بيتهزموش وانهم عندهم قوه جباره جدا، ومن الصعب جدا ان حد يفكر يهزمهم اصلا. بيقف هوكيز وبيطلع السيف بتاعه في ايده وبيكون عاوز يقطع دراعه الشمال. بيساله كيلر هيحصل ايه لو اتلقيت انت الضرر بدل الشخص اللي انت معاك الروح بتاعته. بيقول له هوكيز انا مش عارف انت بتتكلم على ايه، لكن طالما معايا روحه فاي ضرر اتلقاه في جسمي او في اي مكان اتعور فيه صاحب الروح هو اللي بيتصاب منها وفي نفس المكان كمان. وبسرعه كيلر بيروح هو يقطع دراع هوكيز الشمال، بيصرخ هوكيز على دراعه اللي انقطعت وفجاه بتخرج منه روح القائد بتاع الكيد. وبيقول له هوكيز انت كده برضه قطعت دراع القائد بتاعك. بيعرفه كيلر ان دراع كيد الشمال مقطوع اصلا، وبيتحول هوكيز لقوه الوحش بتاعته وبيهاجم على كيلر، لكن كيلر بضربه واحده وبسرعه جامده بيقدر يقطع وحش القش بتاعه، وبسرعه تانيه بيهاجم على هوكيز وبيقدر يقطعه وبيهزمه اخيرا. وكيد بيستعيد قوته من جديد وبيكون سعيد جدا. في اثناء الوقت ده بنشوف ابو والعمالقه الثلاثه واقفين مع دريك وبيكون عاوزين يتعاونوا مع دريك عشان يهزموا كايدو، وبيوافق دريك في الوقت ده. بس في الطبق الاول نامي وقص راكبين على الزرافه دي وعمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفجاه بنشوف نص جسم عمال يجري وبيطلب المساعده. ايه ده، مش ده بيشبه كيمون؟ بيجري قص بسرعه وبيمسك فيه وبيطلع ان ده كيمون فعلا. بيساله انت فين، لكن ما بيكونش كيمون سامعه عشان ودانه بعيد. بيعرفوا مكانهم وبيقول لهم روحوا هناك، وبيلزق في الزرافه وبيمشي بيه. بنشوف كيمون وهو شبه ميت وبيقول ان جسمه ما اتلصقش كويس بعد ما له قطعه، وانه لازم يدور على شخص ينكس كيكيو. وكمان بتشوف كانجورو اللي بيكون لسه عايش، وأوروتشي كمان بيطلع عايش هو كمان، وبينادى على كانجورو وبيقول له ان جه الوقت ان يقفل ستار المسرح وانه لازم يرسم النار المشتعله لعائله الكروزامي. وبيقوم كانجورو وهو متصاب وبيبدا يرسم، وبيرسم وحش ناري كبير جدا على شبه السلايم كده، وبيأمره انه يمشي ويولع في القلعه كلها. والسلايم الناري ده ماشي وعمال يحرق اي حاجه في وشه. الاخبار بتلف القلعه ان في وحش عمال يولع فيهم. وفي اليمة الثانيه بروك وروبين بيقتلوا اتباع كايدو اللي واقفين قدامهم، وفي نفس الوقت بيبدا السي بي يتحركوا للقبض على روبين. وماركو بقى الاغمادي التسعه بيقتلوا هم كمان، واعضاء طاقم قبعه القش كل واحد منهم قدام الخصم بتاعه. اوروتش قاعد على جنبه وبيقولوا ان عارف ان في مخزن اسلحه ومتفجرات ضخم في القابو تبع القلعه، والوحش الناري متجه لهناك وهيفجره كله وهيفجر قلعه الغشيمه معاه. وياماتو هي كمان متجهه يمه مخزن الاسلحه، والبيج مام عماله تهاجم على وحش كايدو اللي صنعه بقوته، وبتقدر بضرباتها دي انها تحطم الوحش بتاع كيد وبتخرجه منه. بيفتكر كيد ذكرياته هو ولو وبيساله انت ايقظت الفاكهه بتاعتك ولا لا؟ ولو بيرد عليه ايوه ايقظتها، لكن مشكلتها انها بتاخد طاقه الجسم بشكل غير طبيعي. بنشوف لو هو بيعمل روم حوالين المكان وبيضرب البيج مام بيه، وبتكون ضربته قويه جدا وبيوقع البيج مام على الارض، لكن برضه البيج مام بتقوم تقف تاني وبتهاجم على لو، وكل ضربه ليها بتدمر في المكان كله. المعركه مشتعله بين الكل، لوفي على السطح والضربات بين الاثنين مزلزله المكان كله، وكل عمال يقاتل ويحارب من اجل البقاء. يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ وهل قلعه اونوغيشيما هتتدمر ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. ايه ده، هي الاسلحه بتدوب ليه؟ دي حتى مصنوعه من الفولاذ، ده ممكن يكون قوه الشخص ده. انفجار جامد في المكان، البيج مام متصابه بهجومه تحت كميه من الحديد بشكل كبير ومتاثره جامد بالهجوم اللي حصل من شويه ده. كيد ولو بياخدوا انفاسهم بصعوبه وشكلهم مستنفذين قوتهم على الاخر. واخيرا اتغلبت عليك ايتها الشمطاء. هي دي بقى قدره الايقاظ بتاعتك يا كيد، هي انك بتقدر تمنح قدره المغناطيس دي لناس تانيين. بس دي بتدوم قد ايه يا راجل؟ انت شايفني غبي عشان اقول لك كل اسراري؟ في الماضي قبل 15 دقيقه تقريبا البيج مان بتهاجم على كيد بهجوم قوي جدا بتدمر له الدرع بتاعه. بيفتكر ذكرياته هو ولو وبيساله ان هو ايقظ الفاكهه بتاعته هو كمان ولا لا. ايوه اكيد ايقظتها، لكن مشكلتها انها بتاخد طاقه الجسم بشكل كبير جدا، ودي انا مخليها اخر حاجه عشان هتكون ورقتي الاخيره. لكن المشكله ان الهجمات بتاعتنا دي حاليا سطحيه على البيج مان بسبب الهاك بتاعها المزعج ده، فاستخدم ورقتك دي ودعمني في الهجوم الجاي. الاثنين بيقفوا مستعدين في وش البيج مام، اتنين من الاساطير عندهم قوه جباره جدا، العالم كله معترف بيهم وبقوتهم، متلقبين بالجيل الاسوأ على الاطلاق، كل واحد منهم قائد لطاقم قراصنه، عليهم مكافئات كبيره وده دليل على شده قوتهم، يعني مش شويه قراصنه وخلاص، قراصنه فاهمين هم بيعملوا ايه. لكن والسؤال هنا تحديدا، هل يكون كفايه انهم يقفوا قدام واحد من اليونكو؟ واحده معترف بيها من جميع من في العالم، انها من اقوى الاشخاص في العالم، حتى البحريه وبقوتها المهوله دي، ما تقدرش تقرب منها او من الجزيره بتاعتها اللي
بتعيش عليها، انها اليونكو البيج مام يا سادة اللي التيم بيقفوا قدامها. لو بيفعل تقنية الروم بتاعته، بس المرة دي مش على المكان، بل بيدخلها في السيف بتاعه وبيطير عند البيج مام وبيرشع السيف بتاعه في رقبتها. ايه ده؟ هو ايه اللي دخل في جسم ده؟ لو طالما اننا مش هنقدر نقطع جسمك فهنسبب لك الالم من داخل جسمك ذات نفسه. لو بيرشع السيف بتاعه داخل البيج مام وبيعمل موجات صوتية داخل جسمها. البيج مام عمالة تصرخ من الالم وعمالة تنزف في دم من بقها، ولسه هتهاجم على لو. بتلاقي كيد جاي من وراها وبيفعل عليها قدرة الايقاظ بتاعته. قدرة الايقاظ بتاع الكيد هو ان بيدي اي شخص جزء من قدرة المغناطيس بتاعته، وهو بيقدر يتحكم فيها عن بعد. كيد بيلمس البيج مام والحديد بيتلم عليها من كل مكان من القلعة. بسرعة يا لو، انقلنا في مكان بعيد. البيج مام الحديد عمال يضرب فيها وبقوة جامدة، وبيتلم عليها من كل مكان في القلعة وبيدفنها في الارض. في الحاضر بنشوف البيج مام بتقدر تطلع من تحت الحديد اللي كان عليها، وبتستخدم قوتها وبتاخد ارواح اتباع كايدو من هناك عشان تعزز قوتها وتحيي الاشياء الساكنة اللي جنبها عشان يحاربوا معاها. يعني بتقف البيج مام قدام كيد ولو اللي بتكون ضخمت نفسها جامد بالارواح اللي اخدتها دي. الساموراي لسه بيحاربوا اتباع كايدو، النار عماله تحرق القلعه ومش عارفين يروحوا هنا او هنا. دريك واقف قدام ابو والاتنين عمالين يهاجموا على بعض. انا لازم اهزمك دلوقتي يا ابو عشان اوفي بوعدي لقبعه القش لوفي. ابو بيهاجم على دريك. بطل الهجمات دي يا ابو، انا عارف طريقه الهجمات بتاعتك، ان لازم الشخص يسمع الموسيقى بتاعتك عشان تصيبه، لكن لو الشخص ده ما سمعهاش فهجماتك كلها ملهاش لازمه. بطل تكشف اسرار يا دريك. ولكن حتى لو عرفت جميع اسراري ففي ثلاثة من العمالقه هنا، هتقدر عليهم؟ وفجاه وهم واقفين بتدخل عليهم ياماتو. ايه ده، اتنين من التوبي روبو هنا؟ بتعملوا ايه هنا؟ بسرعه ابو بيفكر وبيقول ان هو كده مش هيعرف يتغلب على دريك هنا، وبيروح عند ياماتو بيعرفها انه عاوز يتحالف معاها، وياماتو على طول بتقبل. وبسرعه جامده بتروح تهاجم على دريك عشان لسه فاكره ان لسه في صف كايدو. بيحاول يعرفها ان هو دلوقتي ما بقاش في صف كايدو هو كمان، لكن ياماتو بتضربه وبتوقعه على الارض. ايه ده، اسفه يا دريك، معلش مش هعرف اكلمك دلوقتي عشان مستعجله وعاصمه الظهور في خطر دلوقتي. ياماتو بتجري والعملاق اللي كانت هزمته قبل كده بيجري وراها. ابو ودريك بيجروا وراها هم كمان. في اليمة التانية السيبي وصل عند روبين، وفي شوية من قبيلة المينك هناك واقفين هم كمان عندهم وعمالين يهاجموا عليهم عشان ما ياخدوش روبين، لكن السيبي بيكونوا اقوى وبيقتلوا فيهم بكل سهولة. بروك بياخد روبين وبيطلع يجري بيها. مش دول الاشخاص اللي كانوا في دريس روزيا روبين؟ اه هم. امال بيعملوا ايه هنا في نوغشيما؟ مش عارفه بالظبط، بس دول مجموعة السي بي زيرو، ودول اقوى مجموعة بين المجموعات التسعة، ودايما اللي بيكونوا لابسين اقنعة دول بيكونوا في مستوى تاني من القوة. في اليمة التانية عند سانجي، سانجي برا القلعة وراح عند خمارة النساء، ودي بتكون على طرف الجزيرة من برا، وفجأة بيرفعوا عليه السلاح وبيطردوه من هناك، وبتكون في بنت مضروبة وطالع عينها، وكلهم عمالين يلوموه ان هو اللي ضرب البنت دي. سانجي واقف مش مصدق ان هو ضرب بنت، وبيفتكر اخواته اللي كان ما عندهمش مشاعر، وانهم بيضربوا البنات عادي، وان هو مش عاوز يكون زيهم. وفجأة بيجي له كوين. اكيد ما كنتش بتلعب جوه يا ابن الجيرمي. سانجي غرقان في التفكير وعمال يجري هنا وهنا عشان جسمه ما يتحولش ويكون عديم المشاعر زي اخواته. كوين بيتحول لشكل الهجين بتاعه وبيقف في وش سانجي. سانجي بيقرر انه هيدمر علبة الجيرمي عشان هي دي اللي مشطت قوته اللي كانت داخل جسمه، وبوم بيدوس عليها برجله وبيدمرها وبتنفجر كمان. بيقف كوين وبيتخانق مع سانجي. سانجي بيتصل على زورو اللي بيكون خارج القلعة وبيحارب كينج. ايه ده، دندانوشي؟ وده ايه اللي جابه معايا؟ انا اللي حطيته في جيبك يا زورو قبل ما امشي. طيب انت عاوز ايه دلوقتي؟ وقول بسرعه عشان انا مشغول. زورو، بعد نهايه المعركه لو لقيت اي تغيير عليا اقتلني فورا وبدون تردد. تمام ماشي، بس اياك انك تموت لحد ما يجي الوقت ده. اه شكرا. كوين بيهاجم على سانجي بالليزر بتاعه. سانجي بيصد ضربته وبيولع في المكان. احنا داخلين على معركه جامده من زورو وسانجي. في اليمة الثانيه ماركو شايل ايزو وبيجروا مع بعض. في ايه يا ايزو، انت مش عارف اني مصاب؟ معلش يا ماركو، بس انا قلقان من الوقاية الضخم اللي ظهر فجاه ده. ايزو بيقصد على النار اللي رسمها كانجورو. ده المكان كله بيولع يا ايزو فعلا، المهم ما ترخيش دفاعك. تمام ماشي. في اليمة الثانيه اتباع كايدو عاوزين يخرجوا من القلعه عشان النار ما تحرقهمش، لكن الساموراي قفل عليهم المدخل ومش عاوزينهم يخرجوا من هناك. ياماتو بتجري والعملاق بيجري وراها. النار متجهة يمة القابو. اعضاء السي بي بيطردوا بروك وروبين. اليوكاي بيجي لهم في وشهم ونزل لتحت للقابو. ابو بيشوف السي بي، السي بي بيشوفوه هم كمان، وفي لحظه بيهاجموا على ابو وبيوقعوه على الارض، بس ما اعرفش مات ولا لا. دريك بيحضر هو كمان وزي ابو بيهاجموا عليه، وفجاه بتجيله طلقه مدفع وبتنفجر فيه وبتوقع السي بي ده على الارض، وبيطلع ان ابو لسه عايش. بيحضر واحد تاني من السي بي. دريك وابو بيتحولوا للوحوش وبيهاجموا عليه. خارج القلعه كينج وزورو. كينج
النينجي طاير في السماء وفجأة بيشد راسه وبيحدف حاجة على زورو، لكن بتكون قوية جدا وجامدة جدا بتدمر كل شيء في المكان. زورو مش عارف يصدها من قوة سرعتها وقوتها. زورو بيقف تاني وبيستعد ليه. كينج بيهاجم عليه مرة تانية. زورو بيستخدم تقنية سانتوريو وبيعمل إعصار جامد في المكان وبيجي في كينج، لكن كينج بيصد ضربته بالأجنحة بتاعته وبسرعة تانية بيهاجم كينج على زورو بالسيب بتاعه. بيقول زورو إن أجنحته قوية جدا وبيصد أي هجوم بيها. كينج مش أكل فاكهة شيطان ولا حاجة، إنما دي قوته الخاصة. وبضربة جامدة من كينج بيقدر يسيب بيها زورو وبيوقعه على الأرض. وفجأة وهو واقع على الأرض بيسمع صوت وبيطلع إن سيف إما بيسحب قوة زورو. زورو بيصرخ من الألم ومش عارف يعمل إيه. داخل القلعة وفي غرفة الكنوز تحديدا، أوروتشي قاعد على جنب وفجأة بيسمع صوت موسيقى بتتعزف. بيبص كده من الباب بيلاقي كروسك اللي قتلها قبل كده موجودة هناك. بيخش لها كده وبيقول لها وأنا في حلم ولا إيه؟ بتقول له لأ ده مش حلم، وإنها سعيدة إنها شافته من جديد. بيعيط أوروتشي وبيقول لها لو ده حلم يبقى مش عاوز يصحى منه تاني. على الجانب التاني بنشوف زورو وهو بيعاني من سيف إما، وكينج مش مهتم باللي بيحصل مع زورو وبيروح يهاجم عليه مرة تانية، لكن زورو بيكون أسرع منه وبيديله ضربة ببطنه وبيحصل انفجار جامد هناك. داخل القلعة وعند سانجي، سانجي واقف قدام كوين، وكوين بيعرفه إن زورو مش هيقدر يتغلب على كينج مهما كانت قوته، لأن كينج من فصيلة نادرة جدا وهو آخر واحد من الفصيلة دي، فصيلة الوناري المنقرضة، ودول وحوش بيعيشوا في أي بيئة مهما كانت صعوبتها. عشان كده الناس زمان جدا كانوا بينادلهم بلقب الآلهة. طيب والآلهة دي ازاي انقرضوا يا كوين؟ يبقى دور انت بنفسك في التاريخ يا استاذ سانجي. بيهاجم كوين بالليزر بتاعه على سانجي. في الجانب التاني زورو وكينج واقفين ضد بعض. لو اتاخرت في تسليح نفسي بس بالهاكي كنت فعلا هتصاب من الهجوم ده. وبسرعه تانية بيهاجم زورو على كينج باسلوب السيف الواحد، لكن برضه مفيش تاثير على كينج باي اصابه. بيحول كينج رقبته وبيشد فيها وبيهاجم على زورو بانصال من النار بتاعته. بيحاول زورو انه يصدها بالسيف بتاعه، لكن اما عمال يخرج عن السيطره وزورو مش عارف يتحكم فيه، وبيتصاب بهجوم من كينج بيخليه ينزف دم من بقه. المعركه حماس وجلد بين الاثنين. بيقول كينج ان اول مره يشوف سياف مش عارف يقاتل السيب بتاعه وهيكون سبب في خسارته. بيفتكر زورو ذكرياته هو والراجل العجوز ده اللي اخد منه السيف الملعون في الجزء الاول في الازرق الشرقي، وكان بيعرفه ان السيف ده ملعون وممكن يتسبب في قتله في يوم من الايام. بيهاجم كينج على زورو بركله قويه جدا بتدفن زورو في الارض، وبيرجع يهاجم عليه مره تانية وبرضه بتيجي في زورو. بنشوف زورو هو بيفتكر ذكرياته مره تانية وهو صغير، وانه كان قابل راجل عجوز قاعد على الشط بيصطاد، وهو اللي اسس الدوجو بتاعه المبارزين بالسيف. وفي الاصل الراجل ده كان من بلد وانو ومشي من بلد وانو بطريقة غير شرعية من 50 سنة، وانه كان حداد ماهر جدا، وهو اللي صنع السيف اللي كان مع كورينا اللي مع زورو حاليا. وبيقوله انه هو في شبابه صنع سيف قوي جدا لدرجة ان كان جسمه بيقشعر لما بيلمسه، وكان مسميه ملك الجحيم العظيم، وبيكون السيف ده هو اما. بيقوم زورو مرة تانية وبيمسك بالسيف المرة دي وبكل كفاءة. بيقول زورو ان السيوف بتكون صريحة وما بتشيلش حقد اتجاه حد، وان هو بس ضعيف على حمل سيف اما معاه، لكن هو مش فاهم ازاي اودين كان بيقاتل بيه بكل حرية كده، حتى انه كان بيمتص قدرة كبيرة جدا من الهاك بتاعه. بينادى على إما لكن إما ما بيردش عليه برضه. بيقف زورو وبيبص لإما وبيقول لو فضلت أخرج كمية الهاك دي يبقى مفيش غير الموت هينتظرني. بيبص له كينج وبيقول له أنت كمان عاوز تبقى ملك، لكن بيرد عليه وبيقول له لأ أنا عاوز أكون أقوى سياف على وجه الأرض، لأنه وعد بيه القائد بتاعه وصديقته اللي ماتت. في داخل القلعة انفجار جامد بيحصل جوه. شوية من النساء بتحاول تبعد عن المكان وعاوزين يهربوا ويروحوا بلد وانو. غلبانين أوي الحريم دي والله، مش عارفين إن بلد وانو هي كمان على وشك الهلاك. خارج القلعة مومونوسكي عمال يحاول انه يعمل غيوم زي كايدو، لحد ما الحمد لله قدر يعمل غيوم بس صغيرة، بس اهو بيحاول عشان ينقذ بلد وانو. في طابق العرض احنا لازم نخرج من القلعة دي وإلا هنولع كلنا. في اليمة التانية كوين عمال يهاجم على سانجي بليزر من عينه وبيتسبب في انفجار جامد جدا. ايه ده ليزر من عينك؟ القدرة دي تشبه اللي عند اخويا هيناري. سانجي بيتفاداها في اخر لحظة، ولكن كوين بيهاجم بسرعة تانية عليه بصعق الكهرباء وبيستخدم نفس قدرة اخواته برضه. اكيد عرفت التقنيات دي بتاعت مين يا سانجي؟ دي كلها تقنيات الجيرمي 66. انا كنت ناوي اوريها لك كلها بعد ما تلبس اللبس الجيرمي بتاعك، لكن بما انك دمرتها فلازم اواجهك بيها دلوقتي. كوين مش راحم سانجي وعمال يهاجم عليه ويضرب فيه. انا كنت عاوز اهزمك وانت لابس البدله دي عشان اعرف ابوك ان اختراعاتي احسن منه وان تقنيات الجيرمي قابله للاستنساخ. كوين نازل ضرب في سانجي ومش مديله اي فرصه. سانجي وقع على الارض ومش قادر يتحرك، لكن بيقدر يقوم تاني وبيقف من جديد. انا حذرتك انك تناديلي باسم الجيرمي مره تانية. سانجي بيولع رجله وبيضرب كوين ضربه قويه
قوية جدا بتخلي كوين يركع على الارض قدامه. كوين بيقف وعمال يضايق في سانجي تاني، وفجأة كوين بيختفي من قدام سانجي وبيطلع انه نسخ التقنية بتاعته هو كمان. ايه ده انت بتختفي انت كمان؟ طب انا كمان برضو ممكن اقدر اختفي عادي يعني. سانجي بيجري بسرعة جامدة جدا وبيقدر فعلا يخفي نفسه من شدة سرعته. الاتنين بيختفوا من المكان تماما، ولكن سانجي بيعرف مكانه بالهاك بتاعه وبيروح يضرب كوين ضربات جامدة جدا ورا بعض، وبيسدد اخر ضربة لكوين اللي بتكون قوية جدا وبتطيره في السقف اللي فوقيه وبيهزمه اخيرا. خارج القلعة هاكي كبار بيظهر في المكان، وبنشوف ان زورو هجم على كينج وقدر يجرحه اخيرا وبيكسر الكناع بتاعه. بيقول زورو ان فهم قدرته وقت ما النار اللي على ظهره دي بتتفي بيكون اسرع، لكن بيكون ضعيف في الدفاع جدا. بيشيل كينج بقية القناع اللي على وشه وبيشوفوه رجالته. ايه ده يبقى الشائعات دي صحيحة؟ اجنحة سودة وشعر ابيض. الحكومة هتمنح اي حد 100 مليون بمجرد بس ان يدلوا على مكانه. لكن الكارثة بقى ان كينج بيسمعهم وبيروح يولع فيهم. من المفروض انك بتحمي اتباعك مش تقتلهم، لكن سيبك منهم وتعالى طلع كل غضبك عليا انا. انت من فصيلة ايه؟ مش هتستفيد حاجة لو عرف. كينج بيتحول لشكل الوحش بتاعه وبيطير في السماء وبيرجع يهاجم على زورو تاني، وزورو بيحاول يصدها، لكن في نفس اللحظة بيهاجم كينج عليه باسلوب اللهب بتاعه وبيطير زورو بعيد شوية. انا لازم انهي القتال ده بسرعة والا السيف ده هيقتلني. كينج واقف بعيد شوية وشكله متصاب. زورو بيستعد وبيمسك سيوفه جامد. كينج واقف بعيد وبيفتكر ذكرياته مع كايدو لما حرره من البحرية، وبيعرفه انه هيجمع طاقم للقراصنة وعايز يجي معاه. بيسأله كينج انت هتقدر تغير العالم ده؟ بيعرفه كايدو انه هو الوحيد القادر على كده. بعدها بيدمروا المكان اللي هم فيه وبيخرجوا من هناك، وبيكون كينج الدراع اليمين لكايدو. بنشوف زورو هو هجم على كينج لكن بيقدر انه يصدها. بيقول زورو في نفسه طالما ان النار دي مولعة فملهاش لازمة ان هاجم دلوقتي، لكن بسرعة كينج بيستخدم لهب التنين وبيهاجم على زورو. زورو بيقدر يتفاداها وبيلاقي كينج بيهاجم عليه بسرعة جامدة جدا، لكن برضو زورو بيقدر يصدها وبيحاول يبعده عنه. وبنشوف ان كينج عاوز ياخد سيف اما من زورو، وبسرعة جامدة من كينج بيهاجم على زورو تاني. بيقول زورو ان كده بقى سريع جدا ودفاعه مفتوح تماما، وبيهاجم زورو بسرعة هو كمان، وبيقدر يجرح كينج في نص جسمه وبيقع هما الاتنين على الارض. انا شايف انك فهمت خصائص جسمي، واخيرا فهمت انك ما كنتش ليك اي فرصة قصادي. ما ينفعش مخلوق زيك انه يفكر انه يهزمني. كينج واقف وبيبص لزورو بحقد وبيقول لزورو اني هفتكرك في يوم من الايام اني واجهت سياف قوي زيك. المهم بيجمع قوتهم هما الاتنين وبيهاجموا بهجوم قوي جدا من الاتنين على بعض، لكن زورو بيجري على التنين وبيقسمه نصين وبيطير على كينج هو كمان وبيقتل وبيقطع جناحاته كمان. بيفتكر كينج ذكرياته مع كايدو وهم كانوا بيتكلموا عن الجي بوي، وكينج كان معتقد ان كايدو هو الجي بوي، لكن بيفوق من حلمه على هزيمته من زورو، وبكده المنتصر في المعركة دي هو زورو. بتشوف باو ان زورو هزم كينج وبتعرف كل اللي في قلعة الغشيمة، لكن البيج مان بتكون عندها رأي تاني وبتقول طالما الوحشين الحقيقيين لسه موجودين وما تهزموش يبقى كل الانتصارات دي ملهاش اي لازمة. وفي الخارج برا مومونوسكي بيحاول يشوف طريقة يتجنب بيها سقوط قلعة الغشيمة لو لوفي هزم كايدو ولا حاجة. وداخل القلعة بنشوف العملاق ده بيهاجم على النار دي عشان فاكر ان كده هيوقفها، لكن بدون اي فايدة مع النار عشان النار بتقدر تعدي من اي جدار او اي انسان وبتحرقه برضو. وكمان اوسب واقف عند كيمون وعمال يضرب في اتباع كايدو عشان عاوزين يقتلوا كيمون، وكيمون رائد على الارض ومش قادر يتحرك. بيقول كيمون لاوسب انه ما يهتمش بحياته بس ينقذ كيكيو من الموت، لحد ما فجأة بيجي ايزو للمكان وبيهاجم على اتباع كايدو مع اوسب. الكل عمالين يهاجموا على بعض ومفيش اي فرصة لاي حد. النار حواليهم من كل مكان. رايزو ورئيس النينجا واقفين ضد بعض هما كمان، وكل واحد عمال يتكلم مع التاني. اوروتش عاوز ياخد كوروسكي ويمشي من المكان قبل ما يتدمر. العملاق وابو عاوزين يهربوا هما كمان من المكان. السي بي بيقتلوا واحد من العمالقه ودريك معاهم هو كمان. كيلر مقطع هوكيز واقف قدامه. زورو فقد الوعي ونايم بره القلعه. البيج مام واقفه قدام كيد ولو. مصير القراصنه دي هيتكرر في المعركه دي. هاكي جبار بيزلزل المكان كله. ضربات وهجمات من كايدو ولوفي بتخلي المكان كله يترج. لوفي بيهاجم على كايدو. كايدو بيصد هجومه. كايدو بيضرب لوفي ضربه قويه. لوفي دماغه بتجيب دم. هجمات وسرعات فوق الوصف. تصادم هاكي فوق الجمدان. تغيير جذري في عصر القراصنه. خوف وقلق البحريه من هزيمه كايدو. اتجاه اسطول كامل لبلدوانو. الظلام دامس في السماء وصول زانيشيا البلدوانو. طبول الحرب بتضرب من جديد. كل دول متجهين لبلد واحدة، لكن ايه السبب محدش عارف. في بلد وانو يوم واحد في السنة الناس كلها بتكون سعيدة ومبسوطة فيه، كلهم بيشربوا وبيسكروا على قد ما بيقدروا، كل الناس سوا مفهومش غني او فقير، كلهم بيشربوا عشان ينسوا المعاناة اللي شافوها في حياتهم. لكن هل فعلا هيفضلوا مبسوطين على طول ولا هترجع المأساة عليهم من جديد؟
على سطح قلعة انغوشيما، لوفي وكايدو لسه بيضربوا بعض. كايدو عمال يشرب خمرة ومش مهتم بلوفي. كايدو ملهوش وصف، مهما هنتكلم عليه برضو مش هنديله حقه كل القتالات دي، وبرضو لسه صامد. انت عارف ان النهاردة مهرجان النار يا قبعة القش، لكن انت جيت انت واصدقائك وخربت الدنيا على الاخر. كايدو سكران وعمال يضحك وبيقول انه مستمتع النهاردة. انت شربت كتير يا كايدو، لكن خليك عارف ان لو هزمتك دلوقتي فمش هتبقى ليك حجة. ما تكونش غبي يا قبعة القش، لو انا عارف ان الخمرة هتضعفني ما كنتش شربتها، لكن انا شربتها بس عشان انا اعرفك اني قبلت بيك كمنافس ليا. لوفي بيضخم ايده وبيضرب كايدو بيها. يا ترى كم من السنين عدت وانا بدور على شخص يواجهني راجل لراجل؟ وبوم، كايدو عضلات جسمه اتضخمت اكتر من الاول، وبيستعمل الهاك بتاعه في السلاح بتاعه، وبيهاجم على لوفي بهجوم قوي جدا بيزعل لوفي حرفيا. ولوفي فعلا بيتصاب منه، ومن شدة قوة الضربة السقف داخل القلعة بينهار تماما. لوفي عمال يصرخ من الالم، وكايدو مستمتع باللي هو بيعمله. بيقول كايدو انه هو مش عارف يحافظ على قلعة واحدة بس سليمة، معنى كده انه بنى قلع كتيرة ودايما كانت بتتدمر. لوفي لسه واقع على الارض وعمال يصرخ وبيقول ان كانت ضربته جامدة جدا. كايدو بيتحول لتنين وبيكون سكران وعمال يكلم لوفي عن القلعة بتاعته. كايدو بيعمل اعصار جامد في المكان، ولوفي بيحاول يهاجم عليه، لكن فجأة بنشوف كايدو عمال يعيط. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وبيقول لوفي انه يبعد عنه شوية. انا مش فاهم بالظبط ايه. لحد ما فجأة بيرجع لشكل الهجين بتاعه وبيهاجم على لوفي من جديد، لكن لوفي بيقدر يتفاداها وبيروح هو يهاجم عليه بهاك الريو وبيضرب كايدو بيه. لكن هل ده كفاية؟ لا والله. وبسرعة جامدة من كايدو بيروح يضرب دماغ لوفي، بيتخلي دماغه تتكسر من مكانها حرفيا، وتصادم الهاكم منهم هما الاتنين بيدمر المكان كله من حواليهم. لوفي بيطير في السماء وبيقول هي الخمرة دي فيها سحر ولا ايه؟ ده الهاك بتاعه زاد قوته 10 مرات. ومع احلى هجوم ناري من كايدو على لوفي بينسف الواقع نصين، لكن لوفي بيطير في السماء وبيضخم ايده وبيطير بيها على كايدو من جديد وبيفضل يضرب فيه. لكن كايدو برضه مش سهل، ده بيقول انه يضربه اقوى من كده عشان عاوز يفوق من الخمره اللي شربها دي. ايه يا كايدو العظمه دي، عظم على عظمه يا وحش. ومع اخر هجوم من الاتنين بيفشخوا بعض حرفيا، اللكمات غير منتهيه من لوفي وكايدو بيدمروا كل حاجه من جنبهم. ومع اخر ضربه رجل من لوفي على كايدو بيفشخوا حرفيا، كايدو عمال يجيب دم من بقه وحالته تصعب على الكافر. في اثناء الوقت ده بقى في الارض المقدسه تحديدا بنشوف اقوى سلطه في البحريه وهم خايفين من الحرب اللي شغاله دي. واحد منهم بيقول اننا لازم نهاجم على بلدوانه ونستغل الوضع ونقبض على نيكو روبيل، لكن واحد منهم بيقول له لا اهدى، اي غلطه مننا هتكلفنا كتير، وخصوصا ان كايدو والبيج مام هم اللي بيقتلوا بنفسهم، ودول لما بيحاربوا مع بعض وفي صف واحد الدمار بيحل على المكان كله. وفي اللحظه دي سفن البحريه متجهه يمه بلدوانه في حاله سكوت كايدو هيتم القبض على نيكو روبيل. وفجاه ظلام دامس بيحل عليهم والجنود مش عارفه ايه ده بالظبط. نرجع للجروسكي مره تانية وهم بيتكلموا عن فاكهه شيطان اسطوريه، وان مفيش حد من اللي اكلها قبل كده عرف يايقظها، وهم حاليا خايفين من ايقاظ الفاكهه دي، والفاكهه دي هي قوه المطاط بتاعه لوفي. وبيطلع كمان انهم عملوا اللازم مع العالم كله عشان يغيروا بس اسمها، ودي عشان يمحوا اسمها الحقيقي من سجلات التاريخ. وبوم بنشوف الظلام اللي كان بيتكلم عليه احد جنود البحريه، بيطلع هو ظل الفيل الاسطوري زانيشا بذات نفسه، وهو كمان متجه يمه بلدوانه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ نرجع بقى لبلدوانه وداخل القلعه وفي طابق العرض تحديدا، لسه رايزو ورئيس النينجا واقفين ضد بعض. انا مش عارف ايه المعركه اللي بالكلام دي. وفي الطابق الثاني الساموراي واتباع كايدو كلهم محشرين جوه القلعه، والنار عماله تقرب منهم ومش عارفين يخرجوا، لحد ما بيجي جيمبي وبيقول لهم انهم يخرجوا من هنا. يعني جاب التايه بصراحه جيمبي ده، ان ايران عماله تنتشر بشكل كبير والناس عماله تحترق ومش عارفين يعملوا حاجه قدامها. وفي اليمه الثانيه تشوبر بيرجع لشكله الاصلي من جديد، لكن بيكون خايف على زورو بسبب الدواء اللي اخده ده، لان الدواء اللي اخده ده فيه قدره شفاء جامده جدا، لكن بعد مفعوله ما يخلص هيزيد عليه الالم اضعاف اضعاف. بنشوف زورو وهو خارج القلعه وعمال يتكلم مع حد، وبوم دوامه بتفتح قدام زورو وبيخرج منها شخص عامل زي حصد الارواح كده وعاوز يهاجم على زورو، وزورو راقد على الارض ومش قادر يتحرك تاني. وفرانك داخل القلعه وعمال يدور على زورو ومش لاقيه. الحريش شغال في القلعه وعمال يحرق اي حد. ايزو واقف ضد السي بي وبيكون طالع عينه بسبب القتالات اللي خاضها من شويه. بيعرفوه السي بي انهم ممكن ما يكلموهوش، بس ان هو يبعد عنهم وعن طريقهم وما يحاولش انه يوقفهم انهم ياخدوا نيكو روبين، لكن طبعا ايزو بيرفض وبيقف قدامهم. وبنشوف ياماتو اخيرا وصلت للقابو وبتلاقي المتفجرات في وشها، والسلايم نازل هو كمان للقابو عند المتفجرات، بتحاول تهاجم
عليه لكن بدون اي فايدة على الصلايم. وفي اليمة التانية كيد ولو مضروبين وطالع عين اللي جابهم ومرميين على الارض. البيج مام واقفة في وشهم وعمالة تتريق عليهم. الطاقم بتاعهم عاوز يساعدهم لكن هيل الرعد بتوقفهم. المعركة جامدة جدا، الكل نزل ضرب في بعضه. يا ترى مع المعارك دي كلها مين هينتصر في الاخر؟ كايدو اللي فوق في السطح ونزل ضرب في لوفي، ولا البيج مام اللي طحنت كيد ولو؟ لو بيصحى من جديد وبيستخدم الروم في السيب بتاعه وبيغفل البيج مام وبيرشق السيب بتاعها في رقبتها تاني، وبيعمل موجات صدمه داخل جسم البيج مام بيخليها مره تانية تصرخ من الالم. بيحاولوا اتباعها انهم يهجموا على لو، لكن كيد بيفوق من جديد وبيسحقهم كلهم بالوحش بتاعه. ابطالنا بيقفوا في وش البيج مام من جديد وعندهم اصرار انهم لازما يهزموها باي طريقه. في خارج القلعه مومونوسكا اخيرا قدر يعمل غيوم حوالين الجزيره وبيشدها وعاوز يبعدها عن بلد وانو. وفجاه بيسمع صوت داخل راسه بس مش عارفين الصوت ده جاي منين. وداخل القلعه كيد هجم على البيج مام ورماها على الارض، الكل واقف مبسوط وعمال يهتف ليهم. كيد ولف مشهد كوميديا على مين اللي ضربته كانت اقوى على البيج مام، لكن البيج مام بتقف من جديد وبتخلصهم من وجع الراس ده وبتعرفهم ان ضربه لو هي اللي كانت الاقوى عشان اثرت على ضلوعها من الداخل. وبعدها البيج مام بتطلع روح من جسمها وبتشفي كل جروحها من جديد. لو بيعرف كيد ان هو خلاص هيستخدم اخر قوته، وكمان كيد بيقول له نفس الكلام. البيج مام بتستخدم السيب بتاعها وبتستخدم هيل الرعد معاها، وبضربه جامده من البيج مام بتقسم وحش كيد نصين. كيد بيلحق نفسه وبيخرج من الوحش وبيطير على البيج مام، وبما انه كان لامسها قبل كده ومديها جزء من قوته فبيستخدم قوته وبيرميها على الحديد اللي وراها. البيج مام واقفه مش عارفه تتحرك عشان المغناطيس ماسك فيها، وكيد بيجمع راس الوحش من جديد وبينطح البيج مام، لكن البيج مام بتقدر تتحرك وبتشيل الارض من تحتها وبتصد ضرب كيد. كيد واقف مصدوم من اللي هو شايفه قدامه. البيج مام بتقف من جديد ومحمر عينيها والغضب ماليها، وبتديهم ضربه واحده بالسيب بتاعه وبتبعدهم كلهم، لكن لو بيطير الحديد بتاع كيد وبينزل بيها فوق دماغ البيج مام بيدمرها حرفيا، وبيطير عليها الثنائي التاني. ولو بيفعل تقنيه السيب بتاعه وبيضرب في البيج مام لدرجه ان السيب يخترق قلعه اونغوشيما وينزل لبلد وانو. البيج مام مفشوخه حرفيا، البيج مام عماله تصرخ من الالم، ولكن كيد بيطير فوقيها وبيعمل سلاح على شكل مدفع كده وبيوجهه يمه البيج مام وبيضرب البيج مام بيه بيخليها تصرخ من الالم. قوه الضربه بتقسم قلعه اونغوشيما النصين، لكن الكابوس ده مش بينتهي. البيج مام بتضحك في وشهم وهي تحت الهجوم وماسكه في الارض بايديها، وكيد عمال يهاجم عليها ومش عاوز يستسلم نهائي. كيد ولو وصلوا لاقصى حدودهم من القوه. البيج مام بتفعل عليهم تقنيه السل سلب الارواح. اتباع كايدو ارواحهم عماله تتاخد منهم الواحد ولا التاني ما عدا لو وكيد اللي ما عندهمش ذره خوف واحده من البيج مام. المعركه فوق الخيال والوصف، لكن بنشوف لو بيقول لها اكيد صرخه هزيمتك هتكون عاليه جدا وانا مش حابب اسمعها. بتحاول هيلا انها تهاجم عليهم لكن خلاص فات الاوان. لو بيعمل روم حوالين البيج مام بس وبيخفي كل الاصوات داخل الروم ده، وبكده البيج مام مش عارفه تنادي على حد او حد يسمعها ومش عارفه تاخد ارواح حد من الموجودين عشان تعزز قوتها. وكيد لسه نازل عليها بالمدفع ده، البيج مام لسانها طالع من بقها وخلاص على وشك الهزيمه. بتحاول تنادي على اي حد لكن مفيش اي صوت طالع منها. الكل عمال يشوفها وهي عماله تنزل من طابق لطابق. يا مات واقفه هي كمان، لكن بتكون واقفه قدام الصلايم، والصلايم الناري ده طلع بيتكلم وبينادي على اوريتش عشان يديله امر انه يحرق الكل. المعارك من كل مكان. البيج مام نازل على الارض، بروك بيهرب هو وروبين. اوريتش نايم على الارض ومش عارف ده ميت ولا ايه. زورو رائد على جنبه وعمال يجيب دم من كل مكان. البيج مام بتخرج من قلعه اونغوشيما وبتدخل في مكان غريب في الارض وبتنفجر هناك، وبكده تمت هزيمه واحده من اليونكو اللي هي البيج مام. الكل بيكون فرحان ومبسوطين. بره القلعه مومونوسكي بينادي على ياماتو وبيسالها هي فعلا في قنبله انفجرت؟ ايوه يا مومونوسكي فعلا في واحده انفجرت، لكن ما تقلقش انا قدرت اتلج الكنابل التانيين عشان ما ينفجروش. طيب كويس، انا مبسوط انك لسه بخير، بس عاوزك تسمعيني كويس. زونوشيا قرب مننا جامد. ايه ده انت بتقصد زونوشيا اللي كان مكتوب في مذكرات اودين؟ ايوه هو، لكن ده بيكون صديق الجي بوي اللي ارتكب جريمه من 800 سنه. انا اتكلمت قبل كده مع زونوشيا لكن ما قدرتش اعرف تفاصيل مهمه عن الموضوع الجريمه ده. وفجاه زونوشيا بينادي على مومونوسكي من جديد ان مستني الاوامر بتاعته عشان هو جاي يقاتل معاهم. ده شيء جميل يا مومونوسكي انك تقدر تتكلم مع الفيل ده زي ما توقع اودين تماما. انت اللي هتقود العالم لفجر جديد. بعد ما قرأت مذكرات ابي اكتشفت اني مش لازم اموت، ولكن ابي قطع اهم ورقه في المذكرات دي كلها. كنت عاوز اعرف ايه الشيء اللي شافوه ابي وروجر في الجزيره الاخيره اللي خلوهم يضحكوا كده. انا مش عارف كان هدف ابي ايه بالظبط، ولكن لو كان ابي موجود حاليا وسطينا كان هيخلينا نفتح حدود وانو. انا معترف اني مش ذكي، لكن لو فتحت حدود وانو دلوقتي هيعرض شعبها للخطر، فمش عاوز افتح الحدود بتاعتها. في الطابق الثالث وفي معركه رايزو رئيس النينجا، المنتصر هو رايزو بسبب النار اللي مسكت في الاثنين ورئيس النينجا مات
ورايزو هو اللي فضل عايش بعدها. والله معركه كفته وعبيطه قوي. في مستودع الكنوز روتش واقف وغضبان جدا من ان الخادم بتاعه اتهزم ضد رايزو، وكمان بيروح يتخانق مع كروموساكي عشان عماله تعزف. وفجاه السقف بيقع على اوروتشي، وكمان مش عارف يتحول لشكل الوحش بتاعه، وبتطلع ان البنت دي طعنته بمسمار من الكروسكي اللي بيبتل فواكه الشيطان. وبنعرف ان البنت دي كان ليها علاقه باودين. بينتقل المشهد للقابو تحت، وبنشوف ان السي بي هجموا على ايزو، لكن بسرعه ايزو بيضرب واحد منهم بالنار وبيوقعه على الارض. بيجي امر للشخص ده من الجروسكي شخصيا انه لازم يقتل قبعه القش لوفي حالا. بيعرفوا ان المهمه دي مستحيله لانه بيقاتل كايدو دلوقتي، واي تدخل ما بينهم احتمال كبير انه يموت. بنشوف اوسب وهو واخد كيمون وكيكو على الزرافه دي وبيحاولوا يخرجوا بره القلعه، وواندا وقروت ونكماموشي بيحاولوا يدخلوا جوه القابو من القلعه عشان يساعدوا الناس اللي هناك. وفرانك اخيرا بيقدر يلاقي زورو، بس بيكون فاقد الوعي وغرقان في دمه. الكل تحت بيعرف خبر هزيمه البيج مام وبيكونوا سعداء جدا. بيقول كيد لولو احنا لازم نستعد عشان نطلع عند كايدو فوق. لا يا كيد، اكيد كايدو هو اللي هينزل لنا لتحت، بس انا حاليا ما عنديش طاقه خالص ان اقدر اواجهه بيه. الاثنين طالع عينهم ومرميين على الارض. كايدو ولوفي عمالين يهاجموا على بعض بهجوم قوي جدا، وكايدو بيلاحظ ان البيج مام اتهزمت وما تبقاش غيره خلاص. كايدو بيتعصب جامد وبيضرب لوفي ضربه قويه جدا بتطيره بعيد، وبيفتكر ذكرياته هو والبيج مام لما كانت صغيره وحلوه وجميله ورفيعه. انا مش فاهم هي دي ازاي البيج مام بصراحه، يعني البيج مام لما كبرت شويه جالها انتفاخ يعني ولا ايه؟ ولا كانت بتاخد برشام عشان تزيد؟ انا مش فاهم بصراحه، فاللي فاهم يكتب في الكومنت تحت. المهم كايدو بيفضل يعيط على البيج مام وبيقول احنا قلنا النهارده اننا هنعصر على الوان بيس، لكن لوفي مش مهتم باحزان كايدو وبيتحول لسنيك مان وبيضرب كايدو ضربات سريعه ورا بعض وكلها بتيجي في كايدو. بيقول لوفي ان هو مش مهتم بطموحه ده، وان هو مهتم بحاجه واحده بس، هي انه يطرده من بلد وانه. في اليمه الثانيه بنشوف دريك قدر يقف من جديد وبسرعه جامده منه بيرشق السيف بتاعه في العضو ده، وبنشوف الشخص ده وهو عمال يجيب دم من بقه، لكن وفجاه بيختفي من على سيف دريك، وبصابع واحد بيضرب دريك في صدره. دريك عمال ينزف في دمه وحالته بالبلة. وفي عاصمه الزهور الناس كلها بتحتفل ومش مهتمه باي حاجه خالص. وفي معركه السطح لوفي عمال يضرب في كايدو ومش رحمه خالص. المعركه جامده ما بينهم، كايدو سكران وبيستقبل كل هجمات لوفي. كايدو عمال يتالم من اللكمات، بس بيقول جمله غريبه جدا ما كانش حد فاهمها. بيقول ازاي اللكمات دي بتغير مسارها وان دي مش من خصائص المطاط الطبيعيه. كايدو بيتالم ومستغرب من هجماته، لحد ما كايدو بيترجى لوفي ان يوقف هجومه ده، لكن برضه لوفي مازال بيلكم فيه. لكن بنشوف كايدو بيتحول للتنين وبيقول للوفي انه هيقلد حركاته اللولبيه دي. انا مش فاهم بصراحه، هل كايدو بيستظرف على لوفي ولا ايه الكلام؟ وفجاه كايدو وبسرعه جامده بيروح يضرب لوفي ضربه قويه. لوفي عمال يصرخ من الالم، وكايدو بيطير في السما تاني وبيضرب على لوفي بهجوم ناري من بقه جامد جدا، بيخلي لوفي يخترق قلعه نغوشيما كلها من الهجوم وبيرميه بره القلعه كمان. لوفي متصاب من الهجوم ده لكن لسه برضه صامت قدام كايدو، بس خلاص صموده ده مش هيفضل كتير وفاضل له كام دقيقه بالعدد ويرجع لهيئته الاصليه. بيطير لوفي في السما وكايدو بيلف حواليه من جديد، ولوفي بيهاجم عليه، وفي نفس الهجوم كان كايدو بيهاجم عليه هو كمان. الاثنين الهجوم بتاعهم بيخبطوا ببعض وبيزلزل المكان كله، لكن كايدو في لحظه وبسرعه خاطفه جدا بيغفل لوفي، بيرجع لتطور الهجين بتاعه وبيجري على لوفي بسرعه جدا وبيديله احلى ريوم هاكي من كايدو، بتفشخ لوفي حرفيا وبتفقد الوعي كمان. الهواء بيخرج من بقه لوفي وخلاص قوته بتروح منه، لكن لوفي بيفوق في اخر لحظه وبيسد بقه عشان الهواء ما يخرجش. بيقف لوفي تاني وبيقول ان هو هيضربه اخر ضربه ليه، ولو ما نفعتش هيخسر القتال ده، وبيستعد عشان يهاجم على كايدو. وكايدو هو كمان عاوز يضرب لوفي تاني، الاثنين بيهاجموا على بعض وبكل قوتهم. وفجاه بيظهر عضو السي بي ده من ظهر لوفي وعاوز يضربه، لكن قبل ما يضربه كان كايدو ضرب لوفي ضربه قويه جدا بيكسره وبتكسر جسمه كله. كايدو فشخ لوفي حرفيا، كايدو خلى لوفي مش نافع تاني. قوه ضرب كايدو كانت كفيله انها تهزم لوفي. لوفي خسر في الوقت ده. مومونوسكي مش سامع صوت لوفي تاني. اعلان رسمي وصريح من الكاتب ان في معركه السطح قتال لوفي ضد كايدو المنتصر فيه هو كايدو ملك الوحوش. دي تالت مره لوفي يخسر فيها قدام الوحش الكاسح ده. وبوم تاني كايدو بيلاحظ عضو السي بي واقف جنب لوفي وبيروح يهاجم عليهم هما الاثنين وبيفجر المكان كله. وربنا اول مره استمتع بفصل وانا بكتبه، لدرجه اني كنت بحاول اكتب الكلام صح وبطريقه حلوه تناسب عظمه الفصل ده. الفصل ده هو ال 1043 عشان اللي عاوز يروح يشوفه ولا حاجه. وداخل القلعه السطح بيقع عليهم من فوق، السطح بيقع علينا يا كاماتسو سان، انا مش هسيب ليا صديق هنا، امشوا انتوا فلا شرف في الموت حرقا. وبوم هجوم ناري بينزل على الساموراي وبيحرق فيهم، وبينزل كايدو داخل القلعه وبيدور على مومونوسكي. خلاص كده كايدو قرر يجلد الكل، مفيش كلام اقدر اقوله بعد كده. الموضوع خرج عن سيطره الكاتب، الكل واقف مصدوم. كي لو اتشبر
والسامراي كلهم مفزوعين من الاسطوره اللي قدامهم ده. كايدو ملك الوحوش، اتباع كايدو كلهم مبسوطين من انتصار القائد بتاعهم. كايدو بيشوف شويه من السامراي قدامه وبيهاجم عليهم، لكن في اخر لحظه بيتدخل العمقاء ماركو وبيلف باجنحته وبيصد ضرب كايدو. نامي منهار على الارض وعماله تعيط بسبب خساره لوفي، لكن ماركو بيتدخل وبيعرفهم ان القتال لسه مستمر ومحدش ييأس. بيبص له كايدو وبيقول له عن ضمك ياد انت وهو، قلعه انغوشيما هتنزل في عاصمه الزهور زي ما هو مخطط ليها. انا مش زي اوروتشي، هكون لطيف معاكم. والشغل التعبان ده، بلد وانو هي عباره عن مصانع ضخمه لتصنيع الاسلحه فقط، وكل اللي فيها من رجاله وحريم واطفال هيكونوا خدام عندي وتحت امري كمان، وانا هشغلكم عندي لحد ما تعجزوا من الارهاق والتعب، وبعد كده هقتلكم. هي دي هتكون حياتكم، فالعبيد بيتعوضوا في اي وقت. انتم اللي عملتوا في نفسكم كده للوقوف في وشي. يخرب بيت عقلك يا كايدو. كلماته اثرت على ارواح الساموراي وخلتهم مفزوعين من اللي هيعملوا فيهم. كايدو عمال يدور على مومونوسكي عشان يقتله. اتباع كايدو بيتجه يم كيدا عشان يقتلوه. كيدو لو مش قادرين يتحركوا، لكن اتباعهم بيقفوا في وشهم وبيدافعوا عن القاده بتاعتهم. نيكو ماموشي بيجري ومتجه يم كيد هو كمان. المكان كله اتملى بالنيران والساموراي مش عارفين يعملوا ايه. الدنيا دمار وخراب على الاخر. كيد بيقرر انه هيروح يقاتل كايدو، ولو مستأمن ان لوفي خسر وشكله كده هو كمان. ما قداموش حل غير ان يحارب مع كيد هو كمان. في اليمة التانية ياماتا عاوزة تروح تحارب ابوها، لكن مومونوسكي بيوقفها وبيعرفها ان ابوها خصم قوي جدا، ومن شدة قوته لوفي بذات نفسه خسر قدامه. لو رحت تقاتليه فده مش هيزيد غير عدد الضحايا فقط. الامر محبط تماما، لكن مفيش قدامنا غير حل واحد وهو الاستسلام. لا طبعا يا مومونوسكي، انا مش هخليك تعمل كده. مومونوسكي مستوى عاوز يستسلم، عاوز ينقذ الساموراي المتبقيين. ايه الفايدة من الضحايا اللي ماتوا دي يا مومونوسكي؟ الاستسلام مش هينقذهم بكل الاحوال. لو فضلت متماسك على الاستسلام ده فانا افضل الموت على اني استسلم. مومونوسكي واقف بره القلعه ضد ياماتو. الساموراي كلهم لسه بيحاربوا ضد اتباع كايدو. كايدو نازل حريق في الساموراي اللي قدامه. مفيش امل لحد طول ما كايدو موجود. الامل مفقود والروح مظلومه. دي عايزه معجزه، معجزه تخرجهم من اللي هم فيه. كانت روح الامل موجوده وقت هزيمه البيج مام. كنا حاسين باحساس جميل، حاسين بروح الانتصار في المعركه. كانت روح الامل موجوده وقت قتال لوفي كان بيقاتل كايدو. جوه القلعه خراب ودمار، وبره القلعه لوفي مرمى على الارض. ولكن هل يكون في امل واحد نتمسك فيه ولا دي النهايه؟ وفجاه وصول زانيشيا البلد وال. مومونوسكي انا بسمعها. هي ايه دي يا زانيشيا؟ انا حاسس بيها. الشعور ده بيرجعني بحنين الماضي. برضو بتقصد على ايه؟ انا مش فاهمك. انا سامع دقات طبول التحرير. مومونوسكي واقف مظلوم ومش فاهم هو بيتكلم على ايه. انا ما سمعتش الدقات دي من 800 سنه فاتت. هو موجود معانا هنا. طب هو مين؟ قولي. هو هنا، انا حاسس بيه. وفجاه الوقت بيقف، احساس رهيب في المكان. في دقات طبول بتتضرب اكنها طبول حرب، طبول انفقدت من زمان جدا وكل كان مستنيها. في حاجه بتحصل، حاجه بتحصل في المكان. اللحظه دي شكلها هي اللي هتحسم الامر كله. لحظه الامل، لحظه طلوع فجر جديد. قوه تخاطر جامده جدا بين زانيشيا ومومونوسكي. عن مين بتتكلم يا زانيشيا؟ انا بتكلم عن الجي بوي. انت بتقولي هي زانيشيا؟ انت واثق من الكلام ده فعلا؟ صوت ضحك بيملى المكان بشكله هستوري جدا. الصوت الضحكه بيسمع الكل وبيقول انا خسرت دلوقتي لكني مستمتع بوقتي. شعاع رهيب بيضرب في المكان كله، هلا جامده جدا بتعم المكان كله. مومونوسكي عمال يبص لفوق عند مكان لوفي. ياماتو هي كمان بتستشعر هلا جامده جدا جايه من على السطح وعماله تبص لفوق. سيدي اصحى بسرعه. سانجي بيقوم مخضوض وبيصحى من احلى نومه من شده الهاله وعمال برضه يبص لفوق. كيد هو كمان عمال يبص على السطح وبيقول ان هو ما حسش بهاله زي دي قبل كده. لو الساموراي هم كمان عمالين يبصوا يمه السطح. شعاع الهاله عمال يضرب في المكان كله. ماركو هو كمان عمال يبص اتجاه السطح ومش فاهم فيه ايه. نامي عماله تعيط وتقول الحمد لله انه لسه بخير. بوبوم، لوفي بيتحول لتطور نيكا. لوفي بيتحول للجيرو 5. لوفي بيتحول لاله الشمس. وفجأة وصول زانيشيا البلد وال. مومونوسكي انا بسمعها. هي ايه دي يا زانيشيا؟ انا حاسس بيها. الشعور ده بيرجعني بحنين الماضي. برضو بتقصد على ايه؟ انا مش فاهمك. انا سامع دقات طبول التحرير. مومونوسكي واقف مظلوم ومش فاهم هو بيتكلم على ايه. انا ما سمعتش الدقات دي من 800 سنه فاتت. هو موجود معانا هنا. طب هو مين؟ قولي. هو هنا، انا حاسس بيه. وفجأة الوقت بيقف، احساس رهيب في المكان. في دقات طبول بتتضرب اكنها طبول حرب، طبول انفقدت من زمان جدا وكل كان مستنيها. في حاجه بتحصل، حاجه بتحصل في المكان. اللحظه دي شكلها هي اللي هتحسم الامر كله. لحظه الامل، لحظه طلوع فجر جديد. قوه تخاطر جامده جدا بين زانيشيا ومومونوسكي. عن مين بتتكلم يا زانيشيا؟ انا بتكلم عن الجي بوي. انت بتقولي هي زانيشيا؟
انت واثق من الكلام ده فعلا؟ صوت ضحك بيملى المكان بشكل هستوري جدا. الصوت الضحكة بيسمع الكل وبيقول انا خسرت دلوقتي لكني مستمتع بوقتي. شعاع رهيب بيضرب في المكان كله. هلا جامدة جدا بتعم المكان كله. مومونوسكا عمال يبص لفوق عند مكان لوفي. ياماتو هي كمان بتستشعر هلا جامدة جدا جاية من على السطح وعمالة تبص لفوق. سيدي سيدي اصحى بسرعة. سانجي بيقوم مخضوض وبيصحى من احلى نومة من شدة الهالة وعمال برضو يبص لفوق. كيدو هو كمان عمال يبص على السطح وبيقول انه هو محسش بهالة زي دي قبل كده. لو السامراي هما كمان عمالين يبصوا يمة السطح. شعاع الهالة عمال يضرب في المكان كله. ماركو هو كمان عمال يبص اتجاه السطح ومش فاهم فيه ايه. نامي عمالة تعيط وتقول الحمد لله انه لسه بخير. بوبوم لوفي بيتحول لتطور نيكا. لوفي بيتحول للجيرو خمسة. لوفي بيتحول لإله الشمس. طيب شباب عاوز اقول حاجة قبل ما ابدأ. عاوز اشكر كل شخص دعمني الفترة اللي فاتت دي واشكر الناس اللي وقفت جنبي من اول ما فتحت القناة وبقول لهم شكرا جدا 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 على دعمكم ليا الجامد ده. وما كنتش هوصل لخمسين الف مشترك او اكتر من كده الا بدعمكم ده وشكرا لكم جدا. وما تنساش انك تعمل اشتراك ولايك وانك تصلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. وفي الارض المقدسة تحديدا الجروسكا قاعدين بيحللوا المعركة وبيقولوا احنا ضحينا بواحد من افضل عملاء السي بتوعنا وكمان اغضبنا كايدو. هل احنا كده متأكدين اننا في الطريق الصحيح؟ ممكن نكون ماشيين صح لان مفيش حل غير كده لتجنب حدوث الامر اللي دايما بنفشل فيه. دايما بيحصل نفس الامر في كل مرة من 800 سنة فاتت واحنا بنحاول نستحوذ على فاكهة المطاط اكنها هي بذات نفسها بتحاول تبعد عننا. اكيد وده مش مستحيل لان جميع فواكه الزون ليها ارادة خاصة وخاصة الفاكهة دي اللي بتحمل اسم اله. والفاكهة دي من الفواكه الاسطورية واسمها الحقيقي بشر بشر وده بيميزها بالنموذج نيكا. بيقدر صاحبها انه يستخدم قدرة المطاط وبيقدر كمان انه يحول اي حاجة هو عاوزها للمطاط طالما انه فكر فيها بس. يعني عاملة زي قدرة الخيال كده كل ما تفكر في حاجة هتحصل لك على طول. ولكن تطور نيكا ده بيجسد شخصية تانية في نفس الجسم يعني بيكون شخصيتين في نفس الجسم وده وقت الايقاظ فقط. واسم الشخصية التانية دي محارب تحرير او بإله الشمس نيكا القوة الاكتر سخافة في العالم. واحب اوضح شيء بسيط عن كلمة إله الشمس. الكلمة دي بتتقال للمتعة مش اكتر وما فيهاش حرمانيات ولا حاجة. نرجع بقى لقلعة الغشيمة وغرفة الكونوس تحديدا. اوروتشي لسه واقع على الارض والحجارة واقعة عليه لكن بنكتشف ان البنت دي لها علاقة بأودين وهي جاية اصلا عشان تقتل اوروتشي. بيحاول اوروتشي انه يشرح لها ان كايدو كان بيستغله في كل حاجة وان هو بريء ما عملش حاجة. بتقول له يا راجل ده انت تفيت في وش الساموراي اللي كانوا معاك فما فيش حد هيصدقك اصلا. المهم ابي اوفى وعده صحيح ولا لا. فضل يرقص خمس سنين زي العبيط في الشوارع على امل انكم هتوفوا بوعدكم ليه وتتركوا بلدوانه بدون قتال. وفضل كاتم السر ده في قلبه وما قالش لحد من عيلته خالص. لكن رغم ده كله كان بيبتسم وكان راضي عن اللي هو بيعمله وبتفضل تفتكر ذكرياتها هي وابوها. في الاخر بتخلع الكناع وبتورينا وشها وبتطلع ان دي هيوري بنت اودين واخت مومونوسكي وهي بتتكلم مع اوروتشي. بيجي السلايم بتاع كانجورو وبيعرفه انه فشل في تفجير المتفجرات. بيقول له تمام انت كده اعمل اخر مهمه ليك واحرق البنت اللي قدامي دي. لكن وفجاه بنشوف كانجورو بيتجه اتجاه اوروتشي وبيروح يولع فيه. اوروتشي عمال يصرخ من الالم وبيترجاها انها تنقذه او تشيل عنه الحجاره دي. لكن هيرو بتبص له بنظرات حقد وعماله تعيط على اهلها اللي ماتوا. وعلى سطح قلعة الغشيمة اللحظة اللي كلنا مستنيينها لحظة الامل لحظة تحول لوفي للجيرو خمسة. بيقول انا حاسس ان ممكن اعمل اي شيء مهما كان واقدر اقاتل لوقت اطول من كده. حتى نبضات قلبي بقت مضحكة. وداخل قلعة الغشيمة كايدو بيحس بهاكي جامد جدا جاي من فوق السطح والهاكي عمال يضرب في المكان كله وكله بيحس بيه وبقوته. واتباع كايدو فرحانين ان كايدو منتصر على لوفي لكن كايدو بيقول لهم اهدوا بس في حاجة غريبة بتحصل هنا. السطح عمال يتكسر من شدة الهاكي وكل تحت مش فاهمين ايه
اللي بيحصل. وفجأة وبسرعة جامدة بنلاقي ايده عملاقة بتمسك بكايدو من نص بطنه وبيضخم ايده التانية وبيدي الكايدو فوق دماغه وبيفضل يسحب فيه لحد ما بيخرجه بره فوق السطح من جديد. ولوفي ماسك في كايدو عمال يلعب بيه زي كرة جلد في الهواء وفي الاخر بيمسكه بايده الاتنين وبينزل بدماغه على الارض. لكن كايدو بيعدل نفسه بسرعة جامدة بيهاجم باللهب المتفجر بتاعه. ولوفي من شدة الكوميديا اللي هو فيها عينيه بتخرج من مكانها وبيمسك الارض من تحته وبيرفعه قدامه وبيحولها لمطاط وبيصد ضرب كايدو بيها بكل سهوله. وبيفضل لوفي يضحك الضحكات الجامده بتاعته دي وبيقول له كايدو انه اسف على اللي حصل قبل كده من عملاء السي بي وانه ما كانش عاوز يفوز بالطريقه دي. لكن لوفي بيقول له لا عادي، المهم يلا خلينا نبدا القتال بتاعنا. انا افتكرتك مت يا قبعه القش. وانا كمان يا كايدو. لوفي عمال يضحك قدام كايدو وكل ما كايدو يقول له على حاجه لوفي يقول له زيها. كايدو واقف عمال يفكر وبيقول ان قوه المطاط بتاعته بدات تاثر على الاشياء اللي جنبه، يعني ان لوفي دلوقتي بيقدر يحول اي شيء لمطاط زي قدره الدفلامينجو كده لما ايقظ الفاكهه بتاعته قدام لوفي، ودي فواكه البراميسيا بس اللي شكلها بتقدر تعمل كده. ولكن في امر غريب محير كايدو، بيقول ان التحول اللي تحوله لوفي ده من خصائص فواكه الزون وهما بس اللي بيقدروا يعملوا كده هما كمان. وبسرعه جامده من كايدو على لوفي بيروح ياخد لوفي جوه بقه، بيحاول لوفي انه يخرج من بقه لكن خلاص فات الاوان يا عم لوفي. كايدو بيبلع لوفي جوه جسمه يا نهار ابيض. لكن بنشوف لوفي وهو عمال يتنطط جوه جسم كايدو فوق وتحت وتحت وفوق واللعب بيكون شغال على الاخر وكايدو عمال يصرخ من الالم بره لحد ما فجاه لوفي بينفخ نفسه جوه جسمه. وبنشوف ان كايدو بقى عامل زي الست الحامل اللي ببطنها 20 عيل وشكلها كمان قدره المطاط بتاعت لوفي اثرت على جسمه وكايدو من بره عمال يصرخ من الالم. تستاهل يا وحش والله، حد قالك تروح تاكل مهرج زي ده؟ اهو نفخك يا معلم. وياماتو ومونوسكو واقفين جنب بعض هم كمان وشايفين كل اللي بيحصل فاكرة ان ده تحول جديد من ابوها. وفوق في السماء فعلا زي ما قلنا قبل كده ان قدرة لوفي اثرت على جسم كايدو واصبح الجزء اللي فيه لوفي بقى مطاط دلوقتي. كايدو بيقول ازاي كده انا جسمي مش مطاط عشان يعمل الكلام ده. وداخل جسم كايدو لوفي بيشوف نور ابيض قدام عينيه وبسرعة بيجري عليها عشان يخرج من هناك. لكن المفاجأة ان ده ما كانش مخرج، دي دول عينين كايدو. وبيخرج لوفي ايديه منها وبيمسك مناخيره. ومحدش يسألني لوفي ازاي خرج ايده من عينيه عشان انا زيكم معرفش. وبيفضل لوفي يحكله في مناخيره كده عشان يعطس وكايدو بيعطس فعلا وبيخرج لوفي من معدته. اقسم بالله معركة اخر مسخرة. لوفي عمال يضحك وبيطير في السماء وبيطلع فوق السحاب وكايدو بيبصله كده ولسان طالع بره بقه وعاوز يقول له انا على الميتين شكلك طلعت عين يا راجل. اول مرة بجد كايدو يصعب عليا. ياماتو ومونوسكي واقفين مش مصدقين اللي بيحصل مع كايدو. لكن وفجأة بنشوف رجل شخص عملاق بينزل بها على وش كايدو. وبيطلع ان ده لوفي، لكن كايدو بيلحق نفسه بسرعه جامده بيروح يعض لوفي من رجليه. الله، هو اتعلم العض من مونوسكي ولا ايه؟ لكن بنشوف لوفي هو فتح بقه 50 متر لفوق وبيمسك كايدو من نص جسمه وبيفضل يلوح فيه فوق وتحت والموضوع اخر جمدان. لوفي اكنه مسك تعبان في ايده ونزل فيه ضرب لحد ما كايدو بيقدر يثبت دماغه اتجاه لوفي وبيضربه من النار بتاعته وفعلا بتيجي في لوفي وبتخليه بطاطس محمره. لكن لوفي ما بيتاثرش بالهجوم كتير وبيقف من جديد وبيعض في اسنانه وبيقلب مكنه ريس وبيطير على كايدو وبيحاول يهاجم على كايدو اللي رجع لتطور الهجين بتاعه. لكن كايدو بيكون اسرع منه وبيطير هو في الجو وبينزل بيها على دماغ لوفي. ولوفي من شده الكوميديا بيدخل بوش جوه القلعه وبيطلع عينيه من وشه كده، فكرني بفيلم القناع الاخضر برضو اللي كان بيلبسه كان بيعمل نفس تصرفات لوفي بالظبط. جنود كايدو بيتخض من اللي هم شايفينه قدامهم، ولكن لوفي بيرجع على السطح من تاني. لكن بنشوف ان قوه لوفي بدات تنفذ منه وكل شويه يتقلص لحد ما بقى عظم على جلد وكايدو بيرجع يقف قدامه من جديد. لكن بيكون هو كمان تعبان، بيسال لوفي انت مين بالظبط؟ لكن لوفي ما بيردش عليه، وبنشوف ان لوفي ان خلاص على وشك الموت، لان الجيرو 5 ده بيستهلك كل قوته، لكن كايدو بيطمنه وبيقول له اطمن، الناس هتحكي عليكم وعن كفاحكم في المستقبل البعيد، لكن لوفي بيرد عليه وبيقول له لا طبعا، انا مش عاوز حاجه زي كده، بتقول يا مات انها اول مره تشوف شيء زي كده، هي بتقصد على لوفي يعني، ولكن لوفي لما بيتحول بيكون كل حاجه فيه بيضه، وانهم كمان ما بقوش سامعين صوت لوفي، يعني وقت ما لوفي شكله شحب كده، صوته بدا يضعف هو كمان. لكن لوفي بيقدر يقف من جديد وبيقول ان هو مش هيموت لحد ما ينفذ وعده لمومونوسكي وكيمون واوتاما وبيدورو وانه هيطرده من بلد وانو باي ثمن. لوفي نبضات قلبه بتتسارع وعماله تنبض بشكل كبير ومستمر وسريعه جدا. كايدو بيقول له انت شكلك هتموت دلوقتي يا معلم، بيقول له لا ما تقلقش انت بس ده شيء مش هيوقفني. كايدو بيقول له تمام يلا وريني قوتك. لوفي بيضحك من جديد وكايدو بيهاجم عليه وبتيجي ضرب كايدو في لوفي فعلا، لكن بنكتشف ان لوفي بيقدر يمط نفسه على السلاح بتاع كايدو وبيقلب كده على شكل الرسوم المتحركه.
بس برضه بتوجعه وبيتألم عشان الهاكي، لكن كايدو ما بيهتمش وبيروح يهاجم عليه مرة تانية. ولوفي بيتفاداها في اخر لحظة وبيطير في الجو وبينزل على الارض من تاني، وبيستعد كده وبيعد عدة تنزله على انه هيطير على كايدو، وفجأة ثاره جامد على كايدو من لوفي بيهاجم عليه بلهجمات سريعة ومضحكة ورا بعض، وكايدو بيصد هجماته الواحدة ورا التانية. بيقول كايدو ازاي بيقدر يعمل الكلام ده، اسلوب قتاله متحرر جدا، حتى انه بيقدر يغلف نفسه بهاك التسليح ويأثر على البيئة اللي حواليه، ولكن مع ده كله برضه مفيش حد في العالم هيقدر يهزمني. لكن لوفي بيفوق من احلامه وبيديله لكمة بتخترق دماغه حرفيا، وما تسألنيش ازاي يا صديقي عشان برضه انا دماغي هتفرقع من الحاجات اللي زي كده. حتى ياماتو ومونوسكي مستغربين، وكايدو وقع على الارض من قوة الضربة. بيقول لوفي الكايدو ايه رأيك في المتعة دي يا كايدو، بس لوفي بعدها بيقف مهتار عشان مش عارف يسمي تقنية الاخيرة دي ايه. وكايدو وقع على الارض وكل شوية يسأل لوفي مين انت، وفجأة بتشوف زونيشي وهو بينادي على لوفي بالجي بوي وبيقول له ان ايقاع النبضات دي بترجعه بحنين الماضي واكنك موجود هنا دلوقتي. هو بيقصد انه قدامه على السطح، يعني احنا مش فاهمين ده فعلا الجي بوي ولا لا، لانه بيقول له اكنك موجود دلوقتي، يعني اكنك موجود يعني انت مش موجود، بس انا حاسس بحاجه جايه منك، فالله اعلم برضه. ولوفي بيقول له كايدو ان هو اسمه مونكي دي لوفي، الراجل اللي هيتغلب عليكم كلكم ويكون ملك القراصنه. ملك القراصنه، انا سعيد انك لسه متغطرس زي ما انت يا قبعه القش، حتى بعد ما فعلت الايقاظ بتاعتك الهزيله دي برضه مش هتعرف تهزمني، مع اني خسرت خسائر كبيره في المعركه دي. لكن لوفي بيرد عليه وبيقول له لا لازم اهزمك هنا عشان اقدر استعيد الاشياء اللي انت خدتها مني. هو بيقصد الساموراي والاشخاص اللي ماتوا في سبيل كده. لكن كايدو ما بيهتمش وبيروح يهاجم على لوفي بضربات سريعه ورا بعض وكلها بتيجي في لوفي، لكن زي ما قلنا قبل كده ان لوفي بيمط نفسه على السلاح بتاعه، لكن برضه بيتاثر عشان الهاك اللي فيه. لكن بيرجع لوفي هو يهاجم على كايدو بلكمات سريعه ورا بعض وكلها بتيجي في كايدو وبتاثر فيه هو كمان، لكن برضه تحول الجيرو 5 بيضعف لوفي جامد وعمال بيكح عشان بياخد طاقه جسمه كلها. بيقول له كايدو ان النار ماسكه في قلعه الغشيمة من تحت، واكيد الساموراي هيموتوا محروقين هم كمان. الساموراي دول هينجوا بكل تاكيد وهينجزوا المهمه الموكلين بيها، ومهمتي الوحيده هي ان اهزمك يا كايدو. لكن بنشوف كايدو بيهاجم على لوفي بانصال قاطعه، ولوفي بيشد جسمه بيتفاداها كلها. وداخل القلعه بقى النار ماسكه في المكان ومش سايبه حته سليمه، ونامي وتشوبر بيقابلوا بعض والحريق شغال من جنبهم. بتقول نامي انها مش عارفه تلاقي الطاقم بسبب النار اللي في كل مكان دي، واتباعه تم برضو مش عارفين يخرجوا من هناك، واتباع لهم كمان، وكل في حاله يرسى لها. النار مش سايبه حته في المكان غير لما بتولع فيه. الدنيا خراب فوق وتحت والدنيا فوق الدمار. فرانك شايل زورو بيدور على تشوبر عشان يعالجه، والساموراي بيجري وراها عشان فاكرين انه ممكن يعمل لهم حاجه ينقذهم بيه. وجيمبي واقف في الطابق الرابع وشكله بيحضر هو والساموراي حاجه جامده، بيفتكر رايزو ذكرياته من الماضي على انه اقسم انه هيستعد في اي وقت للنيران اللي زي دي، ومش هيعمل زي ما عمل قبل كده في قلعه اودين، وانه ما قدرش يحمي حد وقتها. بيفتكر رايزو كمان لما كان في جزيره زو، وانه شاف زوناشيا لما كان بيغسل نفسه بتيار ميه جامده، ومن هنا جات له فكره جامده، هو ان يملى لفيفه من بتاعه النينجا بتاعته بالميه، وفعلا بيعمل كده وبيستخدم اللفيفه بتاعته، وبنشوف ان فيها تيار ميه جامد جدا، بيحرك جيم بالميه داخل القلعه زي ما هو عاوز، وبينشرها كلها داخل القلعه عشان تطفي النار اللي جواها، وكل الناس اللي فقدت الامل انها تخرج من القلعه بيرجع لها الامل من تاني. وبدفعه قويه من جيم بالتيار الميه ده بينزلوا كام طابق مع بعض. تستاهل سقفه والله يا جيمبي انت ورايزو. وخارج القلعه ياماتو عماله تصرخ على مومونوسكي ان يحاول باي طريقه يسحب قلعه الغشيمة قبل ما تقع، عشان كايدو بدا يضعف جامد وشكله هيسيب قلعه الغشيمة تقع عشان يستجمع كل قوته من جديد. مصيرنا بين ايديك يا مومونوسكي، انت لازم تعمل حاجه دلوقتي. وفي اليمة الثانيه بنشوف لوفي هو قادر يمسك رعد من السماء، وواقف قدام كايدو وعمال يضحك من المتعه اللي هو فيها. المعركه فوق الجمدان فوق الجمدان يا معلم وربنا، لكن يا ترى مين هيفوز ومين هيكسب؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. انت لازم تصنع غيوب الله بتاعتك والا هنموت كلنا. انا بحاول والله يا ياماتو، بس هي مش عاوزه تخرج مهما حاولت. الاتنين واقفين في موقف صعب. مومونوسكي هو المفتاح لانقاذ حياتهم، اما ان ينجو او يموتوا كلهم. في الماضي وقبل 20 سنه تحديدا، ليله هجوم كايدو على قلعه اودين وولع فيها. مومونوسكي انت لازم تروح مع كيمون والباقيين، انا واثقه
انك انت اللي هتحيا عشيرة الكوزوكي من جديد. انا مش هقدر اعمل كده يا امي. مومونوسكي يبلغ من العمر 6 سنوات، ولكن لو لزم علي الامر هاخدك انت وهيوري معايا. مومونوسكي عمال يعيط ورائد على رجل امه. مومونوسكي سما، ارجوك فكر في مشاعر امه. البلد دي بلد الساموراي. في بعض الاحيان الناس بيفشلوا فشلا شنيعا في حياتهم، ولكن ما ينفعش انك تشكي او ترفض طلب واحده بتتخلى عن حياتها بمقابل اولادها. مفيش عار اكبر من كده. لكن دي امي يا كيمون، انت فاهم يعني ايه امي؟ مع كامل احترامي يا مومونوسكي سما، انت الان خليفه اودين سما بعد ما ماتوا، والقائد الاعلى للساموراي وبلدوانه. لذا عشان كده بترجاك انك تديني فرصه مره تانية اني اقاتل في ارض المعركه، فانا افضل الموت بشرف في ارض المعركه على ان اموت هنا محروق. ومع ذلك انا هعمل اللي برضه هتقول لي عليه. مومونوسكي حاسس بشعور كيمو وانه فعلا عاوز يحرر بلدوانه، وانه كمان عاوز ينتقم من كايدو. مومونوسكي بيقف من جديد. كيمون راكع على الارض هو وباقي الساموراي. امي انا لازم اروح معاهم، ارجوكي اعتني بنفسك. مومونوسكي حزين على انه هيسيب امه واخته. مشهد جميل من اجمل المشاهد في القصه. الام بتبكي وبتبعت ابنها في المستقبل. في الحاضر انا لازم اعمل اللي اقدر عليه عشان اعرف اواجه امي، بس لحظه شويه عشان اكيد في ناس دماغها لفت معايا. في الفيديو اللي فات شفنا مومونوسكي قدر يصنع غيوم لهب ويشد بيها القلعه، لكن الفكره ان مومونوسكي طلع لهب صغير هنا ومزج لهب كايدو مع اللهب بتاعه عشان يقدر يشد القلعه عن بلد وانو. اما دلوقتي وزي ما عرفنا برضو في الفيديو السابق ان كايدو بدا يضعف وبدا يسحب كل قوته من كل مكان في القلعه عشان يعرف يقاتل لوفي. هنا مومونوسكي مطلوب منه بقى انه يلف قلعه انغشي كلها باللهب بتاعه عشان يقدر يشيلها هو ويخرجها من بلد وانو، لكن اللهب بتاعه ضعيف جدا وساعات ما بيخرجش اصلا من جسمه. كده تمام، اكيد فهمته كده. يلا بينا بقى نكمل في الدراما شويه. مومونوسكي عمال ينادي على القلعة عشان تقف وعمال يشتم فيها. وفي معركة السطح ضربات هاكي فوق الجمادات. الله الله، انت مسكت البرق يا قبعة القش؟ ايه السخافة دي؟ لوفي بيجمع قوته وبيهاجم على كايدو بصعقة البرق دي، لكن كايدو بيتفادى ضربته عادي وبيرجع هو يهاجم عليه. لوفي عمال يضحك قدام كايدو. العب زي ما انت عاوز يا قبعة القش، لكن انك تكون معاك فاكهة شيطان دي برضو مش كفاية لغزو البحر. كايدو بيضرب لوفي ضربات قوية جدا، لكن لوفي بيستعد وبيهاجم على كايدو، لكن بيلاقي كايدو اداله واحد داريوم هاكي من بتاعته بتزعق لوفي حرفيا. خد روجر كمثال، ما كانش اكل فاكهة شيطان ومع ذلك قلب العالم كله. هو انا هنا مش فاهم بصراحة، يعني كايدو قصده من كده انه يعلم لوفي يفهمه انه يدرب جسده الاول على استخدام القوة التانية وبعدها يستخدم فاكهة الشيطان بتاعته، ولا ايه بالظبط؟ المهم كايدو بيضخم عضلات جسمه جامد ونزل ضرب في لوفي. لوفي بيقدر يمسك كايدو وبيطير في السماء. طيب ثواني برضه عشان نكون فاهمين حاجة، قدرة ايقاظ لوفي متحررة جدا، يعني باختصار كده وبيقدر يحول جسد كايدو المطاط، وده مش لوقت طويل يعني. يعني في المكان اللي لوفي بيحط ايده فيه الجزء ده بيتحول لمطاط بس مش جسمه كامل، وبعد ما بيبعد ايده بيرجع تاني جسمه زي ما هو. عشان كده في الفصل اللي فات لما لوفي طلع ايده من عينين كايدو، هنا لوفي خلى عينين كايدو هي اللي تبقى مطاط وقدر يتحكم فيها زي ما هو عاوز. معلش لو اتكلمت على حاجات من الفيديو السابق، لكن ده عشان نفهم قدره لوفي ماشيه ازاي ونكون عارفين هو بيعمل ايه. بعد ما بيمسك لوفي جسم كايدو وبيطير في السماء، كايدو بيتحول لتنين وعاوز يطير ورا لوفي في السماء، لكن كايدو فاهم حاجه ان قدره لوفي بتتاثر من الانصال القاطعه بتاعته وبيبدا يهاجم عليه بالانصال بتاعته. بيحاول لوفي ان يتفاداها لكن برضه بيتصاب منها. وفي اليمة التانية وفي عاصمه الظهور تحديدا، الناس لسه بتحتفل بمهرجان النار وكل واحد منهم بيطير الفانوس بتاعه وكاتب عليه امنياته، وكلهم عمالين يدعوا ان اماليهم تتحقق. نرجع بقى لوفي ونشوف ان كايدو هجم عليه وفحمه، وزي ما انتم شايفين كده لوفي عباره عن سواد فقط، وفي الطبق اللي تحت النار لسه ماسكة في المكان، والزعيم ده مرمي على الارض وبيقول ان الهزات دي دليل على ان كايدو خلاص هيتهزم. بعدها بيقف وبيحاول يتكلم. الا كل الساموراي اسمعوني شوية، قبعة القش لوفي هيهزم كايدو بكل تأكيد، ولكن لو كايدو اتهزم الجزيرة دي هتقع، ولكن في حالة انتصار كايدو على قبعة القش لوفي فده هيمنحنا وقت عشان يا زعيم ما تترددش انك تقولها، فمفيش حل غير كده اصلا، فكل واحد منا ليه عيلة مستنيينه هناك في بلد وانو. الزعيم متردد يقول كلمة اننا ممكن نهرب عشان كلنا عارفين ان الساموراي بيفضلوا الموت في ارض المعركه. الكل بيحاول يدعي لوفي انه ينتصر على كايدو. كيد واقف على جنبه وبيشاهد كل اللي بيحصل في صمت. وفي الطابق الثاني اسب والزرافه دي بيحاولوا يهربوا من الميه اللي جت عليهم وناويه تغرقهم، وفجاه هجوم كاسح من لوفي على كايدو. لوفي ضخم ايده اكبر من الجزيره ذات نفسها. مومونوسكي حاول تبعد جزيره انغوشيما دي عشان اعرف اهاجم. ما هو انا مش عارف يا لوفي ابعدها، انا بعتمد عليك يا مومونوسكي. اهدى يا لوفي بقول لك مش عارف احركها. لا تقدر يا مومونوسكي، انا عارفه انك هتشوف طريقه عشان ترجع عائله الكوزوكي من جديد. ذكريات من الماضي، لكن ذكريات جميلة جدا. أمي، أبي،
هيوري انتوا وحشتوني قوي. مومونوسكي بيحاول ولكن لسه برضو الغيوم مش عاوزه تظهر. لوفي وكايدو خلاص على وشك التصادم ما بينهم. كايدو عاوز يسد هجوم لوفي راجل لراجل. كايدو جسمه كله بيتحول لنار ومعتقد اعتقاد واحد ان مفيش حد يقدر يواجهه غير اودين اللي مات من 20 سنه. انا استنيك كتير جدا يا قبعه القش عشان اواجه شخص يقدر يخليني اخرج كل قوتي في معركه، لكن مش بعد ده كله يجي واحد زيك ويفكر انه يهزمني. قبل ما حد يفكر انه يهزمني هكون حرقت بلدوانه بالكامل، وكاني هسيبك تعمل الجنون اللي بتقول عليه ده يا كايدو. لوفي بيفتكر تدريبه مع الزعيم. حاول تستشعر الهاكي في جسمك وبعدين خرجه مره واحده في ايدك يا لوفي. لوفي بيجمع هاكي الريوف في الهجوم الخارج ده وبيتصدم هو وكايدو بهجوم جبار جدا. الاتنين في اعلى مستوياتهم من الهاكي وكلنا عارفين يعني ايه تصادم هاكي بين شخصين اقوياء، لكن كل اللي احنا شفناه من تصادم هاكي قبل كده ما يجيش جنب التصادم ده اي حاجه. وفي اليمة الثانيه اوسوب وكيمون وكيكي واقعين على الارض. الساموراي بيهتف لوفي انه يهزم كايدو ما يهتمش بيهم. في الماضي يوم اعدام اودين كيمون وباقي الاغماد التسعه بيهربوا من الاعدام، صرخات ودموع وحزن من الساموراي. في مكان واحد بس الساموراي دول هيروحوا هناك اكيد عشان يحمي الوريث بتاعهم، لكن ما تخافش انا هتعامل معاه بنفسي. كايدو متجه يم قلعه اودين وعمال يقتل اي حد ليه علاقه باودين، وكمان اوروتشي بيقتل اي حد ببلدوانه ليه علاقه باودين برضه. كايدو راح ولع في قلعه اودين وتم قتل عيلته كلها. ودلوقتي جه وقت الدايمون التانيين. باختصار كده هتساعدونا في اداره بلدوانه الجديده ولا هنخليها حرب ونخلص عليكم؟ يخلص علينا؟ ايه السؤال الغبي ده؟ الكل بيرفع سيوفه اتجاه كايدو باجابه واضحه وصريحه، مفيش شغل على بلدوانه الا واحد من عائله الكوزوكي فقط. طبعا كايدو بعد ما بيسمع الكلام ده بتدور حرب ما بين الكل، وكالعاده كايدو بيولع فيهم كلهم وبيحتل بلدوانه كلها وبيعمل فيها مصانع هناك وبيشغل سكانها في المصانع دي. وطبعا عشان الميه الملوثه اللي كانوا بيرميها في النهر بوظت المحاصيل على باقي الناس اللي كانوا هناك، وناس عاشت في مجاعه وناس بقت بتموت. في الحاضر اوروتشي بيقدر يتحرر من الكروسكي اللي كان فيه وبيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيكون مولع جامد جدا. بيحاول يهاجم على هيوري لكن بيجي شخص وبيقطع رقبته، ويا رب يكون مات بجد عشان دي تالت مره يموت فيها ونتفاجئ في فصل تاني ان لسه عايش. وبيطلع ان اللي قطع رقبته ده هو دانجيرو واحد من الاغماد التسعه. وفي اليمة الثانيه هاكي جبار بيظهر في السماء. كايدو ولوفي عاملين شغل عالي جدا ما بينهم. انا بحييك على صمودك ده يا قبعه القش، لكن مش انت اللي هتغير العالم ده. في الماضي كايدو عنده 10 سنين الا وهو اقوى شخص في الجيش في مملكه فوتكا، وقبل 46 سنه تحديدا. مش هينفع نبطل ما نحاربش عشان احنا محتاجين فلوس باي ثمن. هم بيقصدوا انهم بياخدوا فلوس الدول اللي بيحتلوها، والا مش هيبقى لينا حقوق نعيش زي بقيه البشر في العالم. طبعا القصه دي قصه كايدو، ولكن طبعا انا هكملها هنا زي ما هي مكتوبه، لكن لو عايزين تعرفوا قصه كايدو بالتفاصيل انا شرحتها هنا في فيديو على القناه. تقريبا اسم الفيديو الجزء السادس والعشرين من اركوانو او السابع والعشرين من اركوانو برضه. المهم كايدو مستغرب ليه ملك زي ده بينفذ اوامر الناس زي التنانين السماويه دول. بعدها بنشوف ان البحريه سمعت عن قوه كايدو وعملت صفقه مع الملك انه يشارك في مجتمع الريفيري اللي بيحصل كل 5 سنين، ولكن كايدو برضه بيتقبض عليه. وهم ماشيين كايدو بيقدر يهرب من الحكومه. وفي الوقت ده كان كايدو عنده 15 سنه من عمره واتحط مكافاه عليه وهي 70 مليون بيري. بعدها كايدو بقى هو اللي بيسلم نفسه ليهم، وده ببساطه عشان بيكون جعان. يعني من الاخر السفن البحريه بالنسبه لكايدو هي عباره عن مطعم فيها اكل كتير ما بيخلصش، وبعد ما بيخلص اكل بيدمر السفينه وبيمشي. وقبل 44 سنه في جزيره اسمها ملاهي قراصنه، كايدو راح هناك وهزم الناس اللي موجوده هناك، او نقول البعض منهم اللي هو كان ضعيف يعني. طيب توضيح سريع، الجزيره دي انا هعمل عليها فيديو واوضح ليه الجزيره دي بالذات اللي كانوا زمان دايما القراصنه بيتحاربوا عليها عشان يحتلوها. وعلى فكره قصتها جامده جدا وفيها اسرارها تعجبك قوي. حتى البحريه ما كانتش بتقدر تهاجم على الجزيره دي خالص، واللي كان في وقتها طاقم الرقص هو اللي كان محتلها. وكمان في خبر عاوز اقول لكم عليه، طلع بوست من كام يوم ان في فيلم بيتعمل عن طاقم الرقص والمعركه اللي حصلت معاهم، وبطل البحريه جراب وجولدي روجر، واكيد هيكون الفيلم جامد يعني الفيلم ان شاء الله هيكون. انا متشوق له بصراحه الفيلم ده عن اي فيلم تاني بامانه. المهم بنشوف اللحيه البيضاء وهو بيضم كايدو لطاقم الرقص، وبعدها كده بيتوجهوا لجزيره غودف ليه. بعدها بيسمعوا الناس اللي هناك اللي في جزيره ملاهي القراصنه ان طاقم الرقص اتهزم، وده بسبب ان ما كانش فيه تعاون ما بينهم. بتعدى 10 سنين وكل واحد شق طريقه بعيد عن التاني، وبنشوف قوه كايدو الكبيره واللي جمع طاقم وبقى معروف بين الناس. بتعرفوا واحده من هناك انك اكيد عايز تزيد قوتك اكتر من كده، وانك تجمع طاقم ما يتهزمش بسهوله. كايدو بيكره البشر لاقصى الحدود،
وعنده قانون واحد ان القوي لازم ياكل الضعيف. المهم كايدو بيقرر يهاجم على قريه ويدمر فيها وياخد مواردها وفلوسها، وده ببساطه عشان يشتري اسلحه ويقوي بيها الطاقم بتاعه. بعدها بشويه بنشوف كينج وهو سمع ياماتو بيتكلم عن الجي بوي، لكن هو مش عارف ازاي عرف اصلا عن الجي بوي. واكيد احنا لاحظنا ان ياماتو كان بيقرا في ملاحظات اودين المذكرات بتاعته، فاكيد هو اكيد عرف مليون في الميه الجي بوي من المذكرات بتاعته دي. المهم لسه لوفي وكايدو بيتصادموا مع بعض، وبنشوف واحد من السي بي وهو بيحاول يهرب من هناك. مومونوسكي هو كمان بيحاول يدعي ان لوفي هو كمان اللي ينتصر. ياماتو هي كمان عماله تصرخ عليه عشان ينشئ لها بالتنين بتاعه، لكن برده مفيش امل من الواد ده خالص. وجوه القلعه رايزو وجيمبي عاملين احلى كلام مع بعض، رايزو بيديله ميه، جيمبي يوزع الميه في المكان كله، والدنيا ماشيه على كده يعني. والحمد لله قدروا انهم يطفوا النار وينقذوا الساموراي وقبيله المينج، لكن شكلهم كده هيموتوا من كتر الميه يعني. وفي مشهد جامد بنشوف دانجيرو وهو واقف مع هيوري وبيتاسف لها على سنين المعاناه اللي هي شافتها في حياتها. بوبوم، اختفاء غيوم اللهب بتاع كايدو اللي شايله جزيره انغوشيما، الجزيره بتقع على عاصمه الزهور. كايدو بيسال لوفي ايه العالم اللي انت عاوز تكون فيه؟ انا عاوز عالم اكل فيه لحد ما اشبع. اهو بسيط. المعركه ما بينهم بتكون قويه جدا بين الاثنين، وكل واحد منهم بيهاجم باقصى ما عنده من قوه. مومونوسكي اخيرا قدر يعمل غيوم لهب ويبعد الجزيره عن كايدو. لوفي بيستخدم كل قوته وبينزل بيها على وش كايدو. كايدو خلاص ما بيقدرش يصدها اكتر من كده وبيفقد قوته وبيتهزم اخيرا. كايدو بيعترف بلوفي وهو بيسكت ان هو الجي بوي. كايدو اتهزم وبينزل في بلدوانه مهزوم. سيطره كايدو اللي دامت 20 سنه انتهت خلاص. كايدو والبيج مام نزلوا ببركان تحت جبل في بلد وامو. لوفي بيقع من السماء ونزل على الارض، وياماتو بتجري عليها عشان تلحقه. وبكده وفي معركه السطح كايدو ضد لوفي، المنتصر فيها هو قبعه القش لوفي. لوفي نفذ قوته ونايم خلاص. مومونوسكي هو كمان وقع على الارض واكنه جايب اخره من التعب. سكان بلد وانو لسه بيحتفلوا ومش واخدين بالهم من اللي حصل في الارك اللي بقاله اكتر من 3 سنين شغال ده يعني. قلعه نغوشيما قدر مومونوسكي انه يبعدها عن عاصمه الزهور. بعدها بنشوف الراجل ده وهو بيفتكر مع نفسه، بيقول ازاي ابو البنت دي واللي اسمه ياسو سلم نفسه مع انه عارف انه لو اتمسك هيموت، وزي ما احنا عارفين كلنا انه سلم نفسه عشان بلد وانو وعشان الخطه ما تتكشفش يعني من الاخر. بعدها بنشوف امنيه البنت دي وانها بتشكر ابوها على اللي عمله يعني. وفي يمه تانية بنشوف نيكو موموش وهو واقف بيشاهد المنظر الجامد ده من بعيد، والساموراي هم كمان كلهم فرحانين ومبسوطين عشان انتصروا على 2 مليونكو. بصراحه يعني حاجه جامده ان هم يفرحوا اكيد يعني. وابطالنا هم كمان بيشاهدوا الموقف ده في صمت بس فرحانين من جواهم. زونوشيا انت سامعني، انا فكرت في الموضوع بجديه لكن انا مش هفتح حدود وانو دلوقتي، انا اكيد هحترم قرارك يا مومونوسكي وهكون تحت طوعك في اي حاجه انت تختارها. وفجاه حاجه بتتضرب في المكان وبتعمل صوت جامد جدا، وبيطلع ان اتباع كايدو لسه بيقتلوا الساموراي داخل القلعه وبيضربوا عليهم بالمدافع كمان عشان مش مصدقين ان قائدهم كايدو خسر. لحد ما بيجي ياماتو وبتعرفهم ان ابوها اتهزم، وكمان دلوقتي القائد بتاعها بقى هو مومونوسكي وهو اللي انقذهم من الموت. المهم دلوقتي هتبطلوا ولا هضربكم؟ وفجاه بنشوف انفجار هائل جدا بره القلعه. ايه ده؟ المكان ده هو اللي نزل فيه كايدو، البركان هاج وولد انفجار جامد جدا. بعدها بتشوف الناس قلعه غشيمه وفاكره ان كايدو جاي يعمل حاجه فيهم، والناس طبعا بتطلع تجري وبتستخبى، لكن بيطلع مومونوسكي وبيعرفهم ان كايدو اتهزم وان هو مومونوسكي ابن اودين. الناس طبعا ما بتكونش مصدقه لحد ما بيتحول للشكل البشري بتاعه، وكمان بتظهر لهم هيوري ومعاها دانجيرو وبيحاول يشرح لهم هو مين بالظبط. بلد وانو كلهم في حاله اضطراب، الميتين بيصحوا وكايدو بيتهزم، ناس بترجع من 20 سنه يعني. بص من الاخر دماغ الناس دي هتفرقع من اللي بيحصل قدامهم. بيامر انوروشي انهم يجيبوا له حلزون اتصال، وبيتجمع الاغماد التسعه من تاني وبيطلعوا على خشبه المسرح قدام الناس كلهم، والناس كلهم بيشوفوهم وبيكونوا مستغربين. بيوزعوا حلزون اتصال على كل الكره اللي جنبهم. وفي يمه التانيه ياماتو بتعرف طاقم لوفي انها بنت كايدو، الكل بيحضر نفسه وعاوز يهاجم عليها، لكن بتهديهم وبتعرفهم انها مش عدوتهم وانها كانت متابعه كل اخبارهم من الجرايد، ولكن انا نويت انضم ليكم وابحر معاكم. شويه منهم بيتصدموا وشويه منهم بيفرحوا، والشخص التاني بيتكلم بهدوء اللي هو جيمبي اللي فيهم يعني. بعدها بنشوف لوفي وهو بيكون متصاب على الاخر وبيحاول تشوبر يعالجه. بيحاولوا الناس المتبقيين من اتباع كايدو انهم يهربوا، لكن ياماتو بتوقفهم. وكمان بنعرف ان الدونغو بتاع اوتاما هيخلص بعد شهر، يعني احتمال يدخلوا في قتال تاني مع الناس اللي اكلت الدونغو دي. بنشوف انوروشي وبالغ مادة التسعة وهم طالعين في بث مباشر للناس، وبيظهر شخص متخفي والاغماد التسعه راكعين ليه، وبيعرف الناس ان حكم كايدو انتهى وهم دلوقتي ما بقوش مستعبدين ولا حاجه، وانهم كمان هيدمروا مصانع كايدو. بتفتكر قدام المعاناه اللي شافتها في حياتها ويوم لما جالها خبر وفاه ابوها وامها وبتفضل تعيط. بيقول مومونوسكي
جوروسكي ان في الحرب دي قابل ناس اقوياء جدا من العالم الخارجي وكونوا صداقه مع بعض وكمان اتحالفوا كمان معاهم، وبمساعده الحلف ده هجموا على قلعه اونغوشيما وهزموا كايدو واوروتشي وكل اتباعه. الكل طبعا ما بيكونش مصدق، لكن بيكونوا سعداء ومبسوطين من الكل اللي بيقولوا ده وخلاص. ما هو برضو صدمه يا جماعه، يعني برضو من 20 سنه ما كانوش متوقعين ان ممكن حد يهزم كايدو. يعني بيقسم مومونوسكي انه هيرجع ارض وانو زي ما كانت في عهد ابوه بالظبط، انا بكون كوزوكي مومونوسكي. واخيرا مومونوسكي بيظهر بوشه وكل بيعلن باسمه وبيعترف بيه انه هو الشوغن الجديد. لكن زي ما انتم عارفين ان مفيش حاجه حلوه بتكمل للاخر، وفي نفس الوقت ده تحديدا بنتفاجئ ان في ادميرال جاي على بلد وانو وهو الادميرال الجديد الثور الاخضر. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك عشان ده بيساعد جدا في انتشار الفيديو، واضغط لايك بجد ده مش هياخد منك غير ثانيه واحده بس. ويلا بينا. 27 hearts beat. انا هو الشغل الحقيقي كوزوكي مومونوسكي، انا جيت من الماضي من 20 سنة عشان احرر بلد وانو، ولكن قوتي مش كفاية عشان اعمر البلد دي، لذا وارجوكم انا محتاج قوتكم معايا. الكل بيهتف ليه، لكن برضو الصدمة على وشوش الناس، هما برضو مش مصدقين وعندهم حق. انا اسف اني اتأخرت عليكم المدة دي كلها. مومونوسكي خلاص اعلن رسميا ان هو بقى الشغل الجديد وان قصة كايدو واستعباده انتهت خلاص. بينتقل المشهد في الارض المقدسة، يعني كده نيكا ظهر اخيرا في العالم ده، وكمان هزيمة 2 مليون في وقت واحد ده الشيء اللي ما كانش حد هيصدقه خالص، ولكن اهو حصل ومستحيل اننا نقدر نتسطر على خبر زي ده، واكيد هينتشر في العالم بسرعة البرق. وكمان اتهزموا في وقت صعب جدا بالنسبة لنا، وفي اليمة التانية وفي البحر تحديدا الفيلزونيشيا اختفى تماما والظلام اتشال عن السماء، ولكن هم ما كانوش اصلا عارفين ده ايه بالظبط. بعدها بنشوف واحد من الجروسكي وهو بيقول انهم باين كده مش هيفتحوا حدود وانو، وكده برضه هيبقى لسه محصنة وهيكون صعب اختراقها دلوقتي اكيد، وده عشان الوضع اللي هم فيه، بس اكيد في واحد ما بينهم ذكي جدا عشان يعمل كده، والا كنا بعتنا جيش ضخم وسيطرنا عليها على طول. بس من المؤكد اننا ممكن نقدر نمسك بنيكون روبين على الاقل في الوقت ده. بعدها بنشوف واحد من السي بي وهو بيتصل بواحد زيه اللي هم على السفينه، يعني اللي قريبه من بلد وان، لكن بيحصل اختراق للخط وبيعرفهم انهم يخلوهم مكانهم وهو يروح هناك، لكن هم مش عارفين مين ده اصلا ومين اللي اخترق الخط ده، وبيقفل على طول. بعدها بنشوف في بلد وانو وقلعه انغوشيما متدمره على جنب كده، وداخلها هوكيز ودريك وبيكونوا متصابين على الاخر. بيسال هوكيز دريك وبيقول له وانت من البحريه؟ مالكش دعوه، وبعدين انت جاي كل ده عشان تسالني سؤال زي ده وانت على حافه الموت؟ وبعدين سحرك اللي بتعمله ده معرفكش انك ما كنتش هتكون في امان لما تخون كايدو ولا ايه؟ هوكيز، في اليوم اللي نزل فيه كايدو عندنا في المقر انا شفت في الوقت ده ان مفيش امل في انتصار حد منا، عشان كده قررت ان اكون تابع ليه، لكن كيد وكيلر كانوا مستعدين انهم يموتوا ولا انهم يكونوا اتباع ليه. وفي وسط الحرب هنا شفت نور انتصارهم في المعركه دي، لكن كان هيكون من العار عليا اني اتكلم معاهم مره ثانيه. وفي الوقت اللي كلمتيني فيه عشان ننقلب على كايدو انا شفت احتمال نجاة شخص واحد بس لحد بكره، الشخص ده كان انا يا دريك. وبنشوف هوكيز راقد على الارض ومغمض عينيه، بس معرفش مات بقى ولا فقد الوعي، عشان انتم عارفين نظام وان بيس يموت دلوقتي ويصحى تاني يوم. بيعدي 7 ايام على معركه كايدو ولوفي، وبنشوف الناس وهي لسه معلقه زينه الاحتفال، وبنعرف ان دي اوامر من مومونوسكي انهم يفضلوا سايبينها كده عشان لسه هيعملوا احتفال تاني. وبنشوف ان الاطفال بقت بتاخد الدروس بشكل مستقيم وكمان عن حياه اودين، والناس بقت بتشرب ومبسوطه والدنيا بقت تمام معاهم على الاخر. بعدها بنشوف كاماتسو وكيمون وهم قاعدين بيتكلموا انهم قرروا يبنوا ضريح اللي هو مقبره يعني فوق تله عاصمه الزهور زي ضريح اله السيافير ريوما، وعشان يدفنوا موتهم هناك فيه يعني والكلام ده، لحد ما بيجي لهم ماركو وبيتكلموا مع بعض هم كمان. وفجاه بنشوف الذئب انيمارو بيظهر من جديد، واكيد الذئب ده وراه حاجه يعني عشان يختفي كده وبيرجع يظهر تاني. بيقول كيمون احنا نجينا من المعركه دي بفضل ابطالنا، ولو حصل لهم حاجه فمش هيسامح نفسه تاني. بنشوف بقى داخل القصر وبنشوف هيوري اخت مومونوسكي وهي بتصحيه بس على طريقتها الخاصه، وانها بتديله بالرجل في وشه يعني. وبنشوف لوفي وهو بيصحى هو وزورو، وواحد بيطلب لحمه والتاني بيطلب خمره، لكن مومونوسكي بيعرفهم انهم ما ياكلوش كتير عشان هو عمل لهم حفله خاصه، والكل بيصحى من جديد وبيكونوا سعداء على الاخر. بس لوفي وزورو ما بيكونوش عارفين مومونوسكي بسبب شكله اللي اتغير ده، لكن كلامه ده بيخليه يبكي جامد وبيروح يدخل في مكان ما عند نامي زي ما كان بيعمل يعني هو صغير، لكن هي بتقوم معاه وبتديله فوق دماغه وبتطيره بعيد. بيحاول يشرح لها ان هو لسه عنده 8 سنين وان هو لسه صغير. وبنشوف سانجي وبروك وهم فرحانين من اللي حصل ده، وبيقولوا له اهلا بيك في عالم البالغين، جامدين والله هما الاثنين دول. لكن بتجيله ياماتو بتعرفه انه ما يزعلش، لكن هو يشبه ابوه كتير جدا، وانه كمان عنده جسم قوي جدا بسبب الجينات بتاعته وبتاعت ابوه. انا مش عارف هي بتحسده يعني ولا بتكلمه في ايه يعني، وانه اكيد هيكون اعظم ساموراي في المستقبل. بيرد عليها وبيقول لها ان شاء الله يعني ان شاء الله. لكن بعدها بنشوف نامي وهي بتطلب منه ان يستحمى معاها
معاها قبل المهرجان. بيقول مومونوسكي ان منع نفسه انه يستحمى او ياكل حاجه لحد ما لوفي والطاقم يصحى من جديد وياكلوا مع بعض، ولكن لما بيسمع لوفي كده بيشكره على اللي عمله معاه هو وجيمبي. وبنشوف هيوري وهي عاوزه تستحمى هي كمان مع زورو، وبيقول ان دي تكوز بيعملوها في بلدهم، لكن زي ما احنا عارفين ان سانجي هيموت بسبب اللي بيحصل ده كله. ما هو مفيش حد معبره برضه يعني عنده حق. بيشوف زورو سانجي وهو في الحاله دي وبيقول له انه فاكر كلامه وانه رجع من الجحيم بس عشان يقتله، لكن بيقول له لا خلاص مفيش داعي وان كل حاجه رجعت لطبيعتها. وبعدها بيروحوا كلهم عشان يستحموا والكل بيكون مستمتعين، وبيعرف مومونوسكي لوفي انه هيعيد المهرجان تاني عشان يحتفل معاهم. وبنشوف طاقم كيد وهو بيحذرهم انهم يخلي بالهم لحد ما يطلعوا للبحر بسلام، وبيعرفهم كمان انهم يكونوا مستعدين عشان هيكونوا مستهدفين من البحريه اكتر من الاول عشان هم هزموا 2 من اليونك يعني. وكمان لو بياكد على كلامه وان اعدائهم كده هيكونوا مستنيينهم لما يخرجوا من البلد دي. بعدها بنشوف ابو ومعاه العملاق بتاعه، وبيعرفهم ان في حد سرب المعلومات دي للجريده العالميه ودي اللي بتنشر اخبار العالم كله يعني، وان اكيد دلوقتي عاوزين تعرفوا المكافئات بتاعتكم وصلت لكام ومين هم اباطره البحر الجديد. وفي اثناء الوقت ده بنشوف شخص طاير بمروحه في السماء وبيكلم القائد الاعلى للبحريه اكاينو، وبيعرفه دلوقتي ان هو قدام حدود وانو وخلاص كلها ثواني وهيدخل جوه البلد، وبيطلع ان ده الادميرال الجديد الثور الاخضر وهو نفس الشخص اللي اخترق مكالمه السي بي. بعدها بنشوف الجروسكي وهم عمالين يزعقوا على صوره المطلوبين في البحر دول، او بالاحرى على صوره واحده منهم، وبيقولوا كمان انهم لازم يشيلوا حرف الدي ده من على الصوره دي. بيعرفوا الضابط ده ان الصوره دي هي اللي جات لهم من عملاء السي بي اللي في بلد وانو. بيامرهم الجروسكي انهم يعيدوا طبعه الصوره من جديد، لكن بيقول له خلاص فات الاوان واحنا مش عارفين نتواصل مع المطبعه. بعدها بنشوف دكر البط الجامد ده، الشخصيه الاكثر فرفشه في وان بيس كله، واللي ما يعرفش الشخص ده فالشخص ده بيكون صاحب اكبر جريده في وان بيس كلها وهو المسؤول عن المعلومات في العالم كله. وبنشوف ان هو كمان اخترق جهاز الاتصال بتاع السايفر بول لما كانوا بينقلوا المعلومات من بلد وانو، وبيقول ان هو مش هيسمح لحد يغير الحقائق وان هو هينشر الحقيقه زي ما هي. واول خبر هو هزيمه البيج مام وده خبر كافي انه يقلب العالم كله، والخبر الثاني هزيمه اليونكو كايدو. بعدها بنشوف مكافئات الابطال الجديده وهو يوستس كابتن كيد مكافاه استثنائيه 3 مليون بري، مونكي دي لوفي مكافاه 3 مليون بري، جراح القلب لو مكافاه استثنائيه 3 مليون بري. يعني بصراحه مكافئتهم كويسه باللي هم عملوه. بعدها بنشوف ان كيد مش موجود وبيقول واحد منهم انه ممكن يروح لعاصمه الزهور عشان يحتفل هناك لوحده. بعدها بنشوف كميه الاكل اللي هم عملوها وكل ده عشان الاحتفال بس، مع انهم ما كانش لاقيين اي اكل ياكلوه ايام كايدو والله. وبيقعد جيمبي على الطاوله وبيستني بقيه الطاقم، وبعدها بيجي الطاقم وكالعاده بيبهدلوا الدنيا كلهم من اللي هم بيعملوه. لكن بنشوف تحت القصر في القابو تحت ان نيكو روبين كانت بتدور على حاجه هناك لحد ما بيجي لها الراجل ده وبينادي عليها، والراجل ده اسمه تينغو. بتقول له ازاي انت عرفت اسمي، لكن ما بيردش عليها وبيغير الموضوع، وبيعرفها ان الغرفه اللي هي فيها دي بتاعته وان اتحبس هنا فيها لسنين طويله. اتحبست ازاي يعني؟ وبعدين انت شكلك مش مجرد حداد عادي، لا حداده السيوف دي مجرد هوايه بالنسبه ليا، اسم الحقيقي هو كوزوكي سوكيكي، انا بكون الشوغن السابق لبلد وانو ووالد اودين وجد مومونوسكي كمان. طيب مومو يعرف انك لسه عايش ولا لا؟ لا انا مش ناوي اقول له، ولكن ممكن يكون الخدام لاحظوا ده، انا الشخص اللي اخد منه قروتش عرش بلد وانو، فازاي اعرفهم اني لسه حي بعد السنين اللي فاتت دي كلها؟ انا لما هربت من الغرفه دي بتعب ومشقه، كان اودين مات واحوال البلد دي خربت على الاخر، وفي الوقت ده فكرت في الانتحار على تقاليد الساموراي انه يشق بطنه يعني. لكن روبين بتقطعه في الكلام وبتقول له تنغي سان، انا على يقين تام ان السلاح العتيق بلوتو موجود هنا في الدوله دي، وده عشان انا قرات البونجليف التاريخ اللي في مملكه الاباستا والنصوص اللي هناك كانت بتدل على انه هنا. هو موجود هنا فعلا. بعدها بنشوف الكومس وهي بتودينا لمقاطعة أدن اللي أتباع كايدو والناس اللي كانت معاه محبوسين هناك يعني، وبنشوف الناس اللي هناك وهم كلهم مقتولين، وكينغ هو كمان في غصن شجرة مرشوق فيه، وكمان كوين في غصن شجرة هو كمان، وبنشوف إن كوين بدأ ينحف ولكن ده برضه مش عارفين إزاي، لكن بنعرف إن ده من فعل الأدميرال الثور الأخضر. بيقول لهم الأدميرال إن مستحيل شخص زيه كده وفي مكانته يخسر قدام شوية قادة زيكم، والبحرية حاليا ما عندهمش جنود عشان يتعاملوا معاكم في الوقت ده، وبنشوف إنه بيقدر يمتص السوائل من اسمه او اي حاجه زي ما شفنا كده يعني. وبنشوفه هو بيكلم واحد من البحريه وبيعرفهم ان هو ببلد وانو وانه محتاج سفينه حربيه دلوقتي، وانهم كمان ما يعرفوش القائد اكاينو لانه معجب باسلوب الراجل ده جامد، وبيقول ان هو دلوقتي جه هنا عشان ياخد راس لوفي وبيطلع ملصق ليه. وفي عاصمه الزهور الكل بيكون مستمتع بالحفله دي، وبيفتكر مومونوسكي كلام لوفي معاه انه طلب منه انه ما يعرفش اهل وانو انه هو اللي عمل كده، يعني هزم كايدو يعني، عشان هو ما بيحبش يكون الناس شايفاه كبطل، لحد ما بيجي له كيد وبيبقى عاوز
يهاجم على لوفي، لكن لوفي فجأة بيلف ايده حوالين رقبته وبياخده جنبه وبيقول له يلا بينا نحتفل. لكن بعدها بشوية بنشوف سبب كيد لما جه وكان عاوز يهاجم على لوفي. بنعرف بقى ان لوفي بقى معترف بيه من جميع العالم انه بقى يونكو رسمي، وكمان بنشوف المهرج باجي بقى يونكو، وده بقى اكتر واحد صدمني وانا قاعد بكتب الفصل ده. احنا عارفين ان باجي حظه فوق كل اللي في وان بيس، لكن مش للدرجة اني اشوفه يونكو يعني. لكن لوفي بيقول له انه ما يعرفش اصلا ازاي بقى يونكو. وفجأة بنشوف الثور الاخضر وهو متجه يمة المهرجان، ولكن الكوميكس بتودينا الفصل بين ال 1053 وال 1054. الفصل ده بيكون عن روجر وبعضا من اسراره اللي ما تعرضتش في القصة خالص، وطموح زيك اللي هو القائد طاقم الروكس، ولمحات عن معركة روجر وطاقم الروكس. لكن انا حاليا مش هتكلم عنه عشان في كام فصل في القصة زي انيل ورحلته بعد ما هزم لوفي، وروبلوتشي وباقي المجموعة دي برضو بعد ما اتهزمت من لوفي، وازاي بقى من السايفر بول واللي هم تحت اوامر التنانين السماوية مباشرة. يعني من الاخر كل شخص من دول من اللي انا ذكرته دلوقتي ليه فصول معينة. الفصول المعينة دي ممكن يكون محدش شرحها قبل كده عشان هي بتكون صغيرة، فممكن ما يكونش حد خد باله، لكن انا هجمعهم كده واعملهم فيديو. وعلى فكرة جميلة جدا والله، انا شفتها يعني عجبتني اهو بصراحة، وحتى ان في قصة الايس كده على جنب صغيرة برضو هبقى احكيها لكم يعني. ويلا بينا بقى نكمل باقي القصة. بعدها بنشوف في عاصمة الزهور ان دانجيرو وباقي الساموراي عرفوا او حسوا بالادميرال الجديد ده وانه جاي على المكان هنا، وبيقولوا كلهم انهم لازم يروحوا لهناك عشان ما يجيش هنا عند لوفي، وانهم لازم ما يعرفوهوش. وبنشوف قدرة الادميرال ده وان كل ما بيمشي بيعمل زهور تحت رجليه، ولكن وفجأة بنشوف الساموراي وهم قدروا يوصلوا قدامه، بيقول لهم انهم لازم يبعدوا من قدامه. لكن بيقول رايزو ان البحرية دول بيكونوا اعداء لوفي في العالم الخارجي واكيد جاي عشانه. ليه؟ هو انتم تعرفوا ايه عن العالم الخارجي ايها الساموراي؟ التنانين السماوية دول بيكونوا هم آلهة العالم، وبلد زي دي مش تابعة للحكومة، فما لهمش حقوق يعيشوا زي بقية البشر. بيهاجم عليهم بلكمات من الخشب من تحت الارض كده، وبيقول لهم انه اكل فاكهة غابة، وهو دلوقتي بقى رجل الغابة واللي بتعتبر احد اهم العناصر للحياة زي البحر، وانه هو بيجسد الطبيعة بحد ذاتها. محدش يلومني، فده هو قانون العالم، ما يهمش عدد الناس اللي هيموتوا هنا لان البلد دي ما فيهاش قانون يحميها. عشان كده اي دولة مش تابعة للحكومة العالمية يبقى لازم يموتوا او يعيشوا عبيد. عشان كده لازم اوصل لقبعة القش لوفي. يا جماعة الثور الاخضر ده طلع شخصية متعجرفة جدا على فكرة، وانا بحبوش الشخص ده. وفجأة بيتحول لراجل الغابة واللي بيكون هو عبارة عن شجرة وبيهاجم عليهم، لكن واحد من الساموراي ده وبسرعة جامدة بيقطع جذع الشجرة ده لحد ما بتوصل ياماتو هي كمان، وبتعرفه ان بلدوانو دي كانت محتلة من 20 سنة ولكن اخيرا اتحررت، وانت جاي هنا عشان تهاجم عليها؟ طيب وانت مين انت كمان؟ انا ياماتو بنت كايدو، وكل كلامك ده غير مقبول. بتهاجم ياماتو عليه بالهاك بتاعها وفعلا بيتأثر بيه، وبيقول فعلا الهاك بتاعها قوي جدا. وفجأة تاني بيوصل مومونوسكي وبيجري عليه وبيقول له امشي من هنا، وبيروح يعضه. بصوا بقى يا جماعة، مومونوسكي ده ما بيعملش حاجة غير انه بيروح يعض الناس وخلاص، وبيقول له امشي من هنا قبل ما تخوف الناس. غلبان قوي والله مومونوسكي ده، عشان هو وعدهم بالاستقرار والامان. ايه ده، تنين وردي؟ اول مره اسمع بالقدره زي دي. لكن بيقدر رجل الغابه ان يمسكه ويلف عليه الخشب على جسمه كله. كمان بيحاول الساموراي بتوعه انهم يساعدوه، لكن بيرفض مساعدتهم وبيقول لهم محدش يتدخل في القتال ده. وفي اليمة التانية او بالقرب من حدود وانو بنلاقي شانكس والسفينه بتاعته هناك، وشكلهم هم كمان متجهين يمة بلد وانو. بيقول واحد من الطاقم يلا نبدا يا زعيم، فكده لوفي بقى قرصان عظيم دلوقتي. لكن بيقول شانكس ان المنظر ده بيرجعه بحنين الماضي، وان ما شافش المنظر ده من وقت ما افترق هو واودين، واكيد مومو وهيوري بقوا كبار دلوقتي. يلا بينا يا زعيم نقابل لوفي. استنوا يا جماعه، انا ما حضرتش نفسي عشان اقابل ابني اوسف، انا فاكر ان كيد موجود معاهم هناك برضه، ولازم نهزمه هنا عشان هو اللي اتحدانا. وبيظهر شانكس اخيرا ومعاه ملصق للوفي، وبيفتكر شانكس لما قابل سفينه البحريه اللي كان عليها فاكهه المطاط وانهم هجموا عليهم واخدوها منهم، وبيظهر هوز هو كمان لما كان هناك يعني. وبعدها بقى بنشوف شانكس وهو قاعد مع لوفي وهو صغير وشكله كده يعني بعد ما اكل الفاكهه، ولما الوحش بيقطع ايده والكلام المتكرر كل شويه في القصه ده. بيقول لهم شانكس ان هو مش عاوز يقابل لوفي دلوقتي. ليه بس يا زعيم؟ انتوا مش فاكرين ان في احد الجزر بتاعتنا ان في شخص من اتباع لوفي حرق العلم بتاعنا ورفع علم لوفي ولا ايه؟ احنا لازم نتعامل معاه الاول، والا كله هيعمل زيه وهيكون اسمنا في الارض. بقولك ايه يا بيك، ايه؟ اظن ان الوقت جه لانتزاع الوان بيس. لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من ارقوان ويبقى روح شوفها وتعالى، مستني ايه؟ ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو، يعني لو تقدروا بس توصلوا للفيديو ده 7000 لايك يبقى مشكورا جدا جدا. وكمان انا عاوز اعرفكم حاجه، اني بدات في سلسله انمي يوجي اكس في القناه الثانيه، لو حابين تشوفوها هسيب لكم الرابط تحت، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده وطريقه الشرح بتاعته. الفيديو بتاع يوجي اكس قصير يعني مدته كله 5 دقايق فقط للتجربه، وعشان كمان ما تتملوش وتقفلوا الفيديو بسرعه لو انتم مش حابين تتفرج عليه. وكمان انا هعمل منه حلقة واحدة بس في الاسبوع، وده عشان ما طولش عليكم هنا. ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. 27 هارت بيت.
في العالم الجديد وفي مقر البحرية تحديدا. ما ينفعش نسيب احد اعضاء الجيش الثوري يفلت من العقاب يا اكاينو، انا عارف ده، لكن انا ما عنديش اي قوات عشان ارسلهم دلوقتي. فصابه الملقب بامبراطور اللهب دلوقتي بقى بطل العالم الجديد، كان السيد كوبرا حاكم دولة الاباستا، وهو الوحيد من الحكام السابقين اللي شارك في اجتماع الريفيري على مدار السنين دي. اكيد كان اغتياله ده هدف الجيش الثوري في الماضي وقبل ساعة تحديدا، وفي الارض المقدسة عند مسكن ملوك العالم اللي هم التنانين السماوية نشأت حرب طاحنة قوية جدا بين الادميرال فيجيتورا والادميرال الثور الاخضر واعضاء الجيش الثوري، وده ادى الى احتراق عالم التوحيد الى 20 دولة. ومع ذلك بيقال ان قوتهم كانت متكافئة ما بينهم، وقدروا انهم يهربوا العبد السابق للتنانين السماوية كوما، وكلهم هربوا بعدها. بس اكيد الادميرالات ما كانوش عارفين يقاتلوا بكل قوتهم عشان مكان التنانين السماوية، اياك انك تديهم عذر. طيب وايه اللي حصل مع اختفاء الاميرة فيفي اللي حصل وقت اغتيال الملك كوبرا؟ احنا حاليا بنحقق في الموضوع وبنحاول نربط الاحداث كلها ببعض. الشخص ده بيكون رئيس قسم التحقيقات كوروما الملقب بالحصان الاسود. اكيد دلوقتي في اضطراب في مملكة الاباستا، ومع ذلك لسه السفينة بتاعتهم موجودة هنا ومش هينفعوا يرجعوا بوضعهم الحالي ده. ممكن تحقق الاول في اغتيال القديس شاوليس، مع ان اللي سمح اصلا للمجرمين بالهروب هو القديس موسجارد، ما هو عشان كده حصلت محكمة هناك في ارض التنانين السماوية، ولكن الفرسان المقدسين اتدخلوا وبقى الوضع هناك صعب شوية. سيبك منهم وتابع عملك انت. في الوضع الحالي بنشوف ان العقل المدبر لكل ده هنلاقي ان ده من فعل الامبراطور اللهب صابه. فبحصول ده حصل في كل الممالك الثمانية ثورة على الملوك بتاعتهم بسبب التوتر اللي حصل في العالم ده. بعدها بنشوف ان في كل مكان في العالم بقى بيهتفوا لصابه على اللي حصل ده، وكمان لوفي بيهتفوا ليه هما كمان، وبيقولوا خلاص ان عصر القراصنة بدأ يتغير وشكله كده هيبدأ عصر جديد. لكن الكلام ده ما بيعجبش الادميرال او المشير اكاينو، لانه شكله ترقى يعني وبقى مشير، وبيقولوا انه هيرد لهم الضربة دي وهيرجعهم خايبين من تاني. نرجع بقى البلدوانو، اوعى حد يتدخل بيني وبينه، انتوا سامعيني؟ ارجوك يا مومونوسكي خلينا نقاتل معاك. لا يا ياماتو اوعى تتدخلي في القتال ده انت كمان، انت ليه بتمنعني اني اقاتل معاك؟ اظنك سمعتيني يا ياماتو، اياك انك تتدخلي مهما يحصل. مومونوسكي قدام واحد من القوى العظمى للبحرية، يعني شخص مش عادي، مش شخص داخل يهاجم وخلاص. هم ثلاثة بس اللي بيقال انهم الاقوى في البحرية، هم ثلاثة بس اللي واخدين رتبة ادميرال بس في البحرية. الثلاثة دول اثبتوا قوتهم في ارض المعركة ضد القراصنة او اي تهديد يهدد العالم، وعلى مدار القصة كلها شفنا قوتهم المهولة وانهم ما خسروش في قتال قبل كده. مومونوسكي قدام واحد من الثلاثة دول، قدام ادميرال الثور الاخضر، مومونوسكي ممسوك منه ومرمي على الارض. رايزو بيخالف اوامر الشغن بتاعه وبيهاجم على الثور الاخضر بلافيفة النينجا بتاعته اللي بيطلع منها نار وبيولع فيه. يا سلام، انت كده فاكر انك هتأثر فيا؟ ولا انتم فاكرين انكم ممكن تهزموا ادميرال باستغلال نقطة ضعف واحدة بس؟ النار فعلا فعالة قدام الثور الاخضر، لكن مش دي النار اللي ممكن تهزمه او انها تأثر فيه، فقط بتلسعه. بيهاجم على رايزو بجزء من الخشب بتاعه وبيرشقه فيه. ايه ده؟ ايه اللي بيخرج مني ده؟ وبوم، رايزو بقى انحف، رايزو بقى عظم على جلد، رايزو اتسلب منه كل العناصر اللي في جسمه زي الميه والدهون او اشياء زي كده اللي في جسمه كلها. رايزو واحد من الاغماد التسع او الغماد التسع على حسب ما بتتنطق يعني، اتهزم من تاني هجوم بس عليه. باقي الاغماد التسع هم كمان بيخالفوا اوامر مومونوسكي وكل بدا يهاجم عليه. احنا مش عارفين نعمل معاه ايه، مهما قطعنا فيه بيرجع تاني زي ما هو، يعني ملهوش نقطه ضعف نهاجم عليه ولا ايه؟ شكلها كده، ومفيش قدامنا غير حل واحد بس، اننا نفضل نقطع فيه وخلاص. لكن زي ما قلنا قبل كده مفيش حاجه نافعه مع الثور الاخضر، وبيمسكهم كلهم بالخشب بتاعه وبيهزمهم كلهم. وفي اليمه الثانيه بنشوف في قابو تحت القلعه مباشره في غرفه الشوغر السابق كوزوكي سوكيكي، وبنشوف ان في حجر بونجليف هناك، وكمان بنشوف سلم سري في نفس الغرفه وشكله كده بيودي في غرفه تحت الارض، وفي ثلاث اشخاص نازلين تحت. اظنك جيت لنا هنا بعد ما شميت ريحتنا، ليه؟ هو انت شايفاني ضبع ولا ايه؟ من الذكاء جدا ان الاحظ اختفائك في الحفله، خدوا بالكم من السلم عشان متكسر بدل ما تقع ولا حاجه. انا ما عرفتش كايدو وقرتش عن الممر ده، لكن المشكله ان الكارثه جاك كان برمائي فاكتشف المكان ده بسرعه ولقى حجر البونجليف. طيب وايه علاقه جاك انه برمائي وانه يلاقي البونجليف يعني؟ هتعرفوا السبب لما نوصل هناك. طيب واحنا هنفضل ننزل كتير كده؟ لسه هننزل لحد ما نوصل للماضي اللي كان قبلنا. هو انا ليه شايفه ضوء بسيط جاي من هنا؟ لو بصيت عن قرب هتلاقي ان في زجاج بيحجب الميه عن هنا، بيحجب الميه عن هنا. انت تقصد ايه؟ قربي وشوف بنفسك. بتروح روبين ولو، لو بينقل نفسه جنبها وبيشوفوا هما الاتنين حاجه، حاجه خلتهم مذهولين، بقى هما مش مصدقين ازاي ده حصل اصلا. احنا حاليا في قاع البحر. انت بتقصد ايه يا تنغسان؟ انا اقصد اننا ببلدوانو القديمه، او نقول الموطن الحقيقي لبلدوانو. هي دي بلدوانو اللي كانت هنا من 800 سنه فاتت.
انت بتقصد ايه بالظبط؟ ممكن توضح اكتر؟ انا بصراحه ما اعرفش كل اللي في الماضي او ازاي كل ده حصل في وقتنا الحالي، بس مش دي ميه بحر يا تنغسان، والا كانت المباني دي دابت من ميه البحر. من المؤكد، لكن انا عرفت شويه من اجدادي عن اللي حصل. فمن سنين فاتت كانت بلد وانو جنب جبل فوجي الضخم، لكن بعدها بفتره بنوا اجدادي اسوار حوالين بلد وانو، وده عشان يحموها من اي خطر عليها. لكن مع مرور الوقت اتجمعت فيها ميه المطر وغرقت البلد، وعشان كده اسلافي سابوا بلد وانو وراحوا عاشوا في الجبل ذات نفسه، وبنوا بلد وانو اللي هي حاليا فوق السطح. وهكذا وصلنا الى اخر مكان اللي هو فيه الروتو بونجليف اللي اسمه الطريق لجزيرة رفاتيل. فعلا كده بيكون معانا 3 من البونجليف الطريق، ولو لقينا الرابع هنكون كده قادرين على الوصول الى جزيرة رفاتيل. احنا دلوقتي داخل الجبل، وتحت الجبل ده هو السلاح القديم العتيق بلوتون، لكن انا ما شفتوش قبل كده، عشان كده مش هقدر اخليكم تشوفوه، لانه عشان يخرج لازم يهدم الاسوار اللي حواليه، وده يعني فتح حدود وانو، ومع فتح حدود وانو هيتحرر السلاح العتيق. امال ليه اودين كان عاوز يعمل كده؟ تقصد انه يحرره يعني؟ انا قلت كل المعلومات اللي كنت اعرفها، وده اللي انا عرفته من اسلافي، اما اللي اكتشفوا ايدين في رحلته فما عنديش علم بيه. نرجع بقى لباقي الساموراي، شوية بشر زيكم ما يقدروش يقفوا قدام قوة الطبيعة. انتوا لسه ما فهمتوش لحد دلوقتي ان اللي كان بيحمي المكان ده ويخلينا ما نقربش منه هو اللي كان هنا قبلكم، كايدو. هي دي الحقيقة، في حكم كايدو كان بيبعد اي حد يفكر يقرب من هنا. نادوا بقبعة القش، لاني مش همشي هنا غير لما اقطع راسه. الساموراي كلهم مهزومين، مفيش حد يقدر يقف قدامه، او بالاحرى مفيش حد عارف يقف قدامه. كلنا عارفين من هم الاغماد التسعة، وشفنا قوتهم قدام كايدو واتباعه. احنا لازم نطلب مساعدة لوفي، واكيد ده مش هيخسر قدام شخص زي ده. لا يا ياماتو، اياك انك تعملي كده، وكمان انا مش محتاج مساعدتك. قلتلك انت كنت محتاجة زب بلدوانه من سنين فاتت، واخيرا بقيتي حرة، واكيد هنودعك في يوم من الايام. عشان كده مش هنفضل نعتمد على لوفي وزورو في كل مرة، احنا لازم نعتمد على نفسنا من اليوم ونحمي بلدوانه من اي اعداء. لو اعتمدنا على اللي هيمشي قريب يبقى احنا كده مش هنعرف نحمي بلدوانه. ياماتو بتبص لمونوسكي متفاجئة بالكلام اللي بيقوله. فعلا الشخص ده ما نعتبروش شخص صغير او جسمه ناضج شوية، فعلا هو عاوز يحمي بلدوانه، لكن برضه ما عندوش القوة الكافية انه يقدر يحميها. لازم يتدرب، ومع ذلك لازم ان يكون في مساعدين ليه زي الاغماد التسعة. امشي من هنا يا وحش الغابة. ايه ده، هو بيصرخ زي الاطفال ليه كده؟ وبعدين ايه التنين التعبان ده اصلا؟ وبوم، مومونوسكي بيخرج لهب من بقه وبيفجر الادميرال الجديد. مومونوسكي بدا يستخدم قوته زي ما كان كايدو بيعمل بالظبط، وبسم الله ما شاء الله مش سايب شجره اللي بيولع فيها، بس ده برضه ادميرال يعني مش هيتهزم بسهوله. انت شكلك كده ناوي تحرق البلد كلها، بس لو ده اللي انت عاوزه فمفيش مشكله، بس وحيات امك لعلمك الادب الاول يا نسخه كايدو. وفجاه هاكي مالكي بيتضرب في المكان. هاكي مالكي كان كافي انه يخلي ادميرال في البحريه انه يقف مكانه. ايه ده، ايه الهاكي المالكي اللي انا شعرت بيه ده؟ اكيد هم ذو الشعر الاحمر، هم قريبين من هنا ولا ايه يا زعيم؟ ما تستخدمش الهاكي فجاه، الاعضاء الجديده بتفقد الوعي. انا مش هوصف اللي انتوا عملتوه ده بجبن يا معشر البحريه، لكن انكم تهاجموا على ناس منهكين عشان بيغيروا تاريخ القراصنه، فده عار على البحريه كلها. انتم اكيد خايفين من العصر الجديد والتغيير الجذري اللي هيكون فيه. انا مش ناوي احاربكم دلوقتي ايها الساموراي، ويلا سلام بقى عشان انا مش فاضي دلوقتي. ادميرال من البحريه خايف من طقم ذو الشعر الاحمر، الادميرال اللي عمال افخم فيه من بدري، بيهرب من قدام هاكي ملكي فقط لا غير. وزي ما احنا معرفنا الهاكي الملكي ده بتاع شانكس، يعني كان قوي كفايه جدا جدا انه يرعب بس الادميرال ده. وفي اليمة الثانيه لسه الناس بتحتفل بالمهرجان، ولكن ابطالنا كانوا شايفين كل حاجه، واكيد هم كمان حسوا بالهاكي بتاعهم. اهو مشي حتى بدون ما نتدخل، عجبني مومو يا جماعه والله. ولكن الهاكي ده كان جامد جدا، بس بتاع مين ده؟ مش عارف، بس خطر في بالي شخص اعرفه. بعد نهاية المهرجان والناس خلصوا احتفال، بينتقلوا الساموراي الى القلعة، وبنشوف رايزو وشينوبي هما الاتنين على حافة الموت، الاتنين اتنحلوا، يعني بقى عظم على جلد، أو زي ما انتوا شايفين رايزو الشكل السخيف بتاعه ده، قدرة الأدميرال سحبت كل العناصر اللي في جسمهم. احنا لازم نعترف يا جماعة، فكلام الشخص ده كان سليم 100%، كايدو كان هو الدرع الوحيد لأي حد يفكر يهاجم على بلدوانه. أنا آسف يا جماعة على اللي حصل وأنا مش موجود، عشان كنت في منطقة كوري. انا معرفش غير دلوقتي باللي حصل ده، مفيش داعي للاعتذار يا كيمون، احنا نجينا بفضل مومونوسكي السما. المهم اتصوروا بخير. كويسة، بس المنطقة اللي هناك اتحرقت كلها من المعركة اللي فاتت، وهي اتصابت في وشها، لكنها الحمد لله ما زالت بخير، وبنشوفها وهي كويسة والحمد لله، رغم انها عدت 20 سنة على اتسورو، الا انها ما زالت جميلة زي ما هي، ده شيء كويس يا كيمو. بعدها بنشوف الدوك الكلب والقطب، وهم بيطلبوا من كاروت انها تكون هي الحاكمة لجزيرة زو، وهي طبعا بتوافق على طول. ايه ده؟ استنوا شوية، أنا حاكمة؟ حاكمة بتاعت ايه؟ أنا مش عارف أتحمل المسؤولية دي يا زعيم.
احنا هنفضل هنا عشان نحمي مومونوسكي سما بصفاتنا ساموراي من الاغماد التسعة، بس انا مش هقدر، وبعدين في ناس اقوى مني هناك، عشان كده هي دي مسؤوليتنا يا كاروت، اننا نحمي بلدنا. وما تقلقيش يا كاروت، كلنا هندعمك، فإرادة بيدورة جوه قلوبنا. كاروت بقت هي الحكمة على قبيلة المينك. بصراحة انا مش شايفها تستحق ده، وفي ناس في قبيلة المينك تستحق ده احسن منها، لكن هنعمل ايه؟ اودا عايز كده. ايه ده، انت جدي؟ ايوه انا جدك ووالد اودي. انا اسف على اللي حصل لك قبل كده، وانا ممتن ليك. انت بتشبه ابوك كتير يا مومونوسكي. احنا فرحانين يا جدي انك لسه حي. انتم كنت عارفيني صحيح؟ اكيد، لان مفيش حد بيلبس قناع التنغ ده في وقت زي المهرجان يعني. هو انا ازاي ما عرفتوش؟ المهم قوموا بالوجبات اللي عليكم اتجاه بلدوانه، وما تعرفوش حد اني لسه عايش، عشان عايز اعيش في سلام، وكمان عشان انتم شباب المستقبل. الكل بيوافق على طلبه وبيكونوا مبسوطين جدا انه لسه عايش. بعدها بنشوف روبين وهي بتعرف فرانكي والطاقم ان سلاح بلوتو موجود هنا، بس هي ما شفتوش بنفسها. مش ده اللي فرانكي حرق المخططات بتاعته؟ اه هو يا لوفي. لوفي انت محتاج السلاح ده في حاجه؟ لا مش محتاجه، انا توقعت كده برضه، بس اللي محيرني ان اودين كان عاوز يحرر السلاح ده، بس مش عارفه ليه. بعدها بشويه بنشوف شنوبي وهي بقت رفيعه جدا بسبب الثور الاخضر اللي اخذ منها العناصر اللي كانت في جسمها زي الدهون والخ والخ والكلام ده يعني. وكمان اوتاما بقت تلميذه عندها عشان تعلمها النينجا، وطبعا كالعاده الكل بيكون سعيد. لكن بعدها بنلاحظ ان كروبي كان بيتصنت عليهم، وانه عرف كده مكان السلاح بلوتون، وكمان عرف قبل كده مكان السلاح بوسايدون. بيقول ان هو كده لازم يعرف الشخص ده، بس مين هو الشخص ده محدش لسه يعرف. بنشوف بقى ان مومونوسكي بقى بيتابع العمال على اعدادات بلد وانو زي ما كانت في عهد ابوه، وبيقول ان هو هيخلي زورو يعلمه فن المبارزه. لكن وفجاه ما بيلاقيش حد في المكان، بيفضل ينادى عليهم الواحد ورا التاني، لكن برضه ما فيش حد بيرد عليه، لحد ما بيدخل عند هيوري وبيسالها عليهم. بتعرف اخته ان هم مشوا من الصبح، بيقول ازاي كده محدش عرفني يعني. بعدها بيوصل كيمن وبيعرفه انه طاقم قبعه القش ودعوا دانجيرو وماشيين خلاص. بعدها بنشوف لو وكيد ولوفي وهم واقفين في المينا عشان يفككوا التحالف بتاعهم وماشيين، لكن بنشوفهم هم بيتخانقوا على مين اللي هيمشي الاول، وكل واحد منهم عاوز التاني اخر نفسه يوم عشان هو يمشي وما يتصدموش في بعض يعني، هم لسه ماشيين. لكن مفيش حد بيوافق انه يقعد، وبيقرروا ان كل واحد منهم هياخد طريق لوحده. بيطلع كيد بوصله فيها 3 اتجاهات، وكل واحد منهم بيختار طريق منه. كيد بياخد طريق الجنوب الشرقي، ولوفي بياخد الطريق الشرقي، ولو بياخد طريق الشمال الشرقي. بيقول كيد ان اكتر واحد متضايق انه يبقى يونكو هو بيكون الشخص ده. وبنشوف صوره المهرج العبقري كورسون باجي، وتحيه مني ليه لكورسون باجي على انه بقى يونكو يعني. وتحتيه عين الصقر ميهوك وكروكودايل، ومكتوب ان كلهم شغالين عنده، وانهم اسسوا نقابه اسمها نقابه الصليب. بيتفاجئ لوفي زوره من اللي هم شايفينه، ومش مصدقين ازاي ده يحصل اصلا. لو دول بجد اتبعه فاكيد لازم يكون يونكو. صدقوني يا جماعه باجي ده عبيط، بس مش عارف ازاي ده حصل. بيقول كده ان نقابه الصليب بقت بتحط مكافات على جنود البحريه، واكيد جنود البحريه دلوقتي بقى خايفين من الاصطياد. العالم كده شكله اتغير كتير. واحنا هنا في حد عنده اعتراض على الطريق اللي اخده؟ عشان بعد ما نخرج من هنا هنحاول قتل بعضنا، فمش عاوز اسمع اي اعذار منكم. بعدها بيدي له كيد نسخه من البونجليف اللي اخده من هنا من بلدوانه، وبيعرفوا منهم من حقهم يعرفوا بيه، والا هتكون المنافسه ممله على اللي يحصل على الوان بيس. زي ما توقعت بالظبط، كايدو كان عنده بونجليف هو كمان. بيقول كده ان هو كمان اخد نسخه من البونجليف اللي كان عند البيج مام من احد الجنود بتاعها يعني. طيب يا كيد، لو عاوزنا نصارع في العصور على الوان بيس يبقى لازم نستهدف الشخص ده. انت بتقصد ذو الجرح الناري؟ اه، بس احنا ما نعرفش مكانه. بتقصد مين بصاحب الجرح الناري ده يا كيد؟ اه، هو انتوا مش عارفينه صحيح؟ ده كده بيمنحني الافضليه هنا. لوك متغاظين منه انه مش عاوز يقول لهم حاجه عن الشخص ده. وفي عاصمه الظهور بنشوف مومونوسكي وهو بينادى على ياماتو، وفاكر انه مشي هو كمان مع لوفي، لكن بيلاقي اللي بيرد عليه. انا هنا يا مومونوسكي فوق في السطح، انا اخدت قراري خلاص وهروح مع لوفي والباقيين. انا عاوز اعيش بحريه زي كوزوكي اودين. طيب شباب، ما تنسوش الاشتراك واللايك، ومحدش ينسى يخش على القناه الثانيه يشوف ايه اللي فيها. هو فيديو واحد عامه اللي هتلاقيه موجود فيها فقط لا غير. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وكومنت، اهم حاجه عشان رايك بيهمني. وما تنساش انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ لو ينفع عايزين نوصل المقطع ده 7000 لايك. القصه دي بتحكي عن المحارب نيكا او الملك نيكا محرر العبيد، ويلا بينا عشان ما نطولش عليكم. من حوالي 7000 سنة تقريبا كان في شاب اسمه جامبل. الشخص ده كان من العبيد، ولكن بسبب الظلم والاجتهاد اللي هم كانوا فيه قرر جامبل انه يهرب وراح لمكان ما فوق جبل ضخم، وده عشان يكون بعيد عن انظار الجميع. جامبل في الوقت ده كان عمال يبكي ويشكي آلامه ومعاناته للسماوات، ولكن وفجأة وهو قاعد
بيظهر شخص من فوق السحاب، شخص كان ضخم جدا لدرجة ان كان ظاهر عينيه فقط لغير، وبيعرفه انه سمع آلامه ومعاناته، وكمكافأة ليه نزل له شجرة من السماء فيها سمرة واحدة، وبيعرفه انه لو اكلها هيحصل على قوة تخليه قوي كفاية ان يحرر قبيلته، وكمان هتخليه سعيد على طول. جامبل بالفعل اكل السمرة دي وحصل على قوة قوية جدا وليها قدرات كتيرة وغريبة جدا، لدرجة انه لما كان بيفكر في شيء كان بيظهر له على طول. جامبل بقى ضخم جدا لدرجة انه كان بينام على السحاب من فوق. جامبل قدر فعلا انه يحرر قبيلته ونقلها عند الجبل اللي فيها الشجرة. جامبل كان ضخم جدا وبيضحك على طول لدرجة انه كان بيخلي كل الناس اللي حواليه كانوا بيضحكوا هم كمان، وفي الوقت ده اصبح ينادوه بالملك او بالاله. جامبل في الوقت ده خاف ان في احد من الممالك التانية يجي وهجموا على قبيلته او يقتلوا حد منهم، وبدأ يستخدم قوته في الشجرة، او بالاحرى اعطى للشجرة دي جزء كبير جدا من قوته، يعني قسم قوته الكبيرة دي في الشجرة، والشجرة دي بدأت تطلع ثمار. طبعا الكل بدأ يأكل منها ويحصل على قدرات الفواكه دي. جامبل في الوقت ده اتقلص وبقى حجمه زي البشر كده بسبب استنفاذه الكبير في القوة. جامبل عرفهم انه محدش يأكل غير فاكهة واحدة بس من الشجرة، وده عشان القدرات الاتنين اللي في الفاكهة هتقتله، وعرفهم ان اسمه نيكا محرر العبيد. ومع مرور الوقت بقت في اجناس تانية بتيجي غير البشر بتنضم ليهم وتعيش معاهم، وكلهم كونوا صداقة مع بعض وبنوا مدينة كاملة وعاشوا فيها كلهم مع بعض. الشجرة دي في الوقت دي اتسمت بشجرة القوة او بشجرة العالم. لكن بيمر الوقت وبيموت جامبل، وبعد سنين طويلة وفي مكان ما غير المدينة دي الظلم والعبودية بترجع تاني، وبيرجعوا الناس دي تاني تدعي انه يرجع الملك بتاعهم او بالاله نيكا. طيب شباب، لو عجبتكم القصة دي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك واكتبوا كومنت وعرفوني انهي جزء عجبكم في القصة دي. القصة دي طبعا صغيرة جدا زي ما انتم شايفين، لكن ده كان تلميح بسيط عن اللي هيحصل في المسلسل، يعني قصة نيكا هتكون اكبر من كده. طبعا الحاجات دي هتكون فيها لكن هي هتكون اكبر من كده، ولكن عرفنا ازاي اصلا فواكه الشيطان دي جات، واكيد هتحصل تلميحات تاني عن ان ازاي الشجرة دي بقت اسمها فواكه الشيطان. لو وصلت لحد هنا يبقى شكرا جدا جدا وسلام.